السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم، ويوم فرحة بالتأكيد لكل الأهلوية بعد الصعود للدور قبل النهائي للمرة الـ15 بفوز جميل جدا ورائع جدا ومستحق، وأداء هو الأحلى في موسم 2018-2019 برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي. كلام كتير جدا ومكاسب عديدة حققها الأهلي سواء كان على المستوى الفني أو المستوى التربوي أو حتى المستوى المستقبل، مستوى اللي جاي، مستوى بكرة. النهاردة في ملعب الأهلي هتكون حلقة مميزة جدا إن شاء الرحمن. هنتكلم فيها على المكاسب اللي حققها الأهلي من الفوز امبارح والصعود للدور قبل النهائي. كمان هنتكلم على صعود المصري. الحقيقة حسام حسن بيعمل إنجاز كبير جدا جدا لشعب بورسعيد أو جماهير بورسعيد أو جماهير المصري بشكل عام. يعني الحقيقة بيصعد كمان للدور قبل النهائي المرة الأولى في تاريخ المصري بفوز مستحق ذهابا وإيابا على اتحاد العاصمة، والملعب اللي اتلعب عليه النهاردة هو الملعب اللي هيشهد لقاء الأهلي مع وفاء الصيف. كل التوفيق بإذن الله للكرة المصرية بشكل عام، سواء الأهلي بإذن الله في دوري الأبطال أو المصري في الكونفدرالية. كمان كان في مباراتين النهاردة في الدور أو الأسبوع الثامن. المباراة الأولى كانت ما بين حرس الحدود ونجوم اف سي، وقدر طارق العشري اللي كان ضيف علينا هنا في ملعب الأهلي وشينا حلو عليه أنه يتفوق على نجوم اف سي بهدف للا شيء وأول فوز لحرس الحدود عشان يرفع رصيده لست نقاط. اللقاء الثاني كان لقاء الزمالك مع المقاولين العرب، ويفوز الزمالك 2-1، ولنا وقفة كبيرة جدا 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 مع سي عمر أو الكابتن أمين عمر في لقاء النهاردة مع المقاولين العرب والزمالك. تابعونا وخليكم معانا في حلقة النهاردة اللي هيكون نصها الثاني والأخير مع نجومنا في التحليل كابتن ماهر همام وكابتن أحمد بلال وكابتن أسامة حسني. مكاسب لما نعدها مع حضراتكم أو نتناولها مع حضراتكم، خلينا نأكد دايما بهاشتاج بكرة أهلاوي، يعني عامل رد فعل كويس جدا جدا جدا. ما عليك إلا أن أنت لو بتشجع الأهلي ومنتمي للأهلي وفرحان بالأهلي وكمان الأهلي فرحان بيك، أن أنت تكتب على صفحتك هاشتاج بكرة أهلاوي وتنزل صورتك أو صورة حد من أسرتك أو أنتوا كلكم، وخصوصا كمان لو في أطفال، ودي حاجة حلوة قوي الحقيقة. أنا مبسوط جدا كمية التليفونات أو كمية الرسائل اللي بتجيلنا بتعبر على انتمائها أو تشجعها، وأسرة وأصحاب، وحاجة حلوة. وزي ما قلت لكم والله التيشيرت ده بيعمل النفسية حلوة، تلاقي المود بيتغير، المود بيختلف من حال لحال. يعني ممكن تبقى، ودي كمان اقف عندها سن بقى، واقف عندها مش سنة ولا ثانية، اقف عندها سنين طويلة جدا جدا جدا. الله 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 عليك. وياريت تكتبوا أسماءكم كمان عشان نقولها، ياريت تكتبوا أسماءكم. ولو في بطولة بتتحقق أو بطولة تنسب لحد، والله أنتم ممكن تبقى أحق من ناس كتير جدا. الصورة التانية دي صورة لطيفة ظريفة جميلة، مشجع أهلاوي مع ابنه. امبارح كان كولوبالي وهو راجع من الماتش. يعني الراجل ممكن لسه ما بقاش عنده عربية ولا حاجة، أو السواقة في مصر لسه ما خدش عليها. وقف واحد مروح هو كمان عزمه ان هو يوصله في طريقه، ما ترددش ابدا. لكن اجمل ما في الصوره الربط ما بين الاهلي وجماهير، او ما بين اللعيبه وجماهيرها، وما بين كمان يعني ابتسامه كولوبالي. يعني سليف كولوبالي الراجل اللي اثبت وجوده بشكل رائع جدا في الدوري المصري ومع النادي الاهلي وافريقيا، فابتسامه رائعه جدا جدا جدا. بيقول ده واحد بيذاكر فكاتب وهو بيذاكر، بيقول لك حتى في مذاكرتي انت معايا، ما بينساهوش ابدا، حتى في مذاكرتي انت معايا، على اساس ان انا هنا يعني الدنيا بقت بالنسبه لي هشوف يعني، فاعمل ايه يا اعظم نادي في الكون. ده احمد محمد عبد الحميد. مايلي وهي عمرها شهر بكرة أهلاوي، هاشتاج بكرة أهلاوي، عايز أوصل لعشرين لتلاتين لخمسة وتلاتين لاربعين يعني متابع أو بيبعت لنا صورته. صباح النصر التاسعة تقترب بكرة أهلاوي. طب الاسم إيه؟ الاسم إيه؟ الاسم إيه بس؟ دينا محمد. دينا صباح الفل يا دينا. ده إسلام حافظ، طبعا إسلام حبيبنا عارفينه كلنا طبعا، يعني هاشتاج بكرة أهلاوي ده ليك مخصوص يا إسلام، تحية كبيرة جدا ليك. ده عمر بكرة أهلاوي، هاشتاج بكرة أهلاوي لازم يغطي كل الصفحات أو كل الصور اللي عندك، كل الأحداث الذكريات الجميلة، كل الحاجات المؤثرة. جميل جدا جدا. ده خالد
هاشتاج بكره اهلاوي. صباح الفل. الجنس اللطيف لطيف والجنس الناعم ناعم. الناس متابعانا بس اقفل عندك شويه عشان الصوت. طيب الجنس الناعم ناعم والجنس الخشن خشن. انا قريت في مجله قبل كده لكن الجنس الناعم طبعا حاجه حلوه جميله لذيذ جدا. اوكي زي الفل يا جماعه. طب الاسم يعني بعد كده ابعتوا الاسم والصوره مش الصوره بس. كلام جميل. ده علامه النصر 100 100. افريقيا اهلي عشان بتقولوا سجده ما فرحوش السنه اللي فاتت ان شاء الرحمن في نهائي 2018 يفرحوا. بكره اهلاوي غطي الدنيا على الاخر غطيها على الاخر. بكره اهلاوي بكره اهلاوي مستمر. اهلاوي على طول خليك ليا. يا سلام اهلاوي على طول خليك ليا يا عبد الحليم حافظ. طيب ده ليندمان. يعني احنا عايزين صوره بتشيرت الاهلي. خلي بالكوا بقى يعني انت هنبدا كده ايه نزوق اهلاوي تيشرت. لا بص بص السن بص الجمال بص النظره بص يعني البراءه وبراءه الاطفال في عينيه. احلى كوكي في الدنيا. مش احلى كوكي امبارح بس والنهارده وبكره اهلاوي دايما. ده انت احلى كوكي في الدنيا. احلى كوكي في الدنيا كلها. اوكي محمد علواني اهلا اهلي اهلاوي للابد. ياسين علواني اهلاوي للابد. بكره اهلاوي. اوكي يا جماله يا جماله. عايز 10,000 15,000 صورة 20,000 صورة قول زي ما انت عايز. محمد سعيد الطويل بكرة أهلاوي. سالي بكرة أهلاوي. جمعة وعبد الله ومحمد وبكرة أهلاوي. عايزين ناخد برضو في وسط الحلقة وآخر الحلقة إن شاء الله الرحمن رسائل كتير. كمان جايلنا حاجات كتير جدا جدا. وقبل برضو ما نتكلم على استفادة الأهلي امبارح ومكاسب الأهلي من اللقاء امبارح ونتكلم طبعا على الأسبوع الثامن. سلام عليكم سلام عليكم. ده النهاردة ليلة جميلة. برا الصندوق مجلس إدارة الأهلي وكل المنتمين للنادي الأهلي بيشكروا قيادات وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة اللي بذلوها في تأمين وسلامة جماهير النادي الأهلي اللي حضرت امبارح مباراة الحرية الغيني على استاد السلام. وده انعكس على الجميع وكان له رد فعل رائع جدا وإيجابي جدا وكان على آراء المتابعين كمان في السوشيال ميديا نفس الشكر لأجهزة القيادات الأمنية ووزارة الداخلية. ودي مش عايز أقول بداية جديدة لا أنا عايز أقول هي خطوة حلوة قوي قوي بعد فترة من الزمن مش مستقر فترة ما كانش مستقر. لكن الحمد لله الأمور استقرت وأنا متأكد بإذن الله تعالى أن المباراة اللي جاية ممكن تبقى على استاد القاهرة مع وفاء الصيف. بإذن الله ممكن تبقى على استاد القاهرة ومش في وجود 10,000 بس ولا 15,000 لا ممكن تبقى 60,000 و70,000 متفرج. هقرا حاجات كتير بس كده عشان الناس يعني ناس كتير بتلومني أو بتكلمني بتقول لي يعني عايزين برضو نبقى متواصلين مع البرنامج. إبراهيم عيد ألف مليون مبروك للأهلاوية وشكر للجمهور الأهلي الحبيب وشكر على تنظيم الرأى والتأمين المباراة في بر الأمان والوصول بها لبر الأمان. هي كده كده إن شاء الله الرحمن ما فيهاش أي مشكلة. روتي مبروك للداخلية على أدائهم ومليون مبروك للأهلي وجماهيره الرائعة وموفقين دايما. راجي شكرا للداخلية. ياسر حبيب الشكل كان رائع جدا من كل المستويات شكرا جديدا. ساندي شكرا جديدا. إحنا واحد وإخوات يا رب نرجع بأعداد كبيرة جدا في اللقاءات اللي جاية. أحمد يوسف شكرا لرجال الداخلية حماة الوطن. محمد عبد العزيز كل الشكر لرجال الامن المصري الابطال. صاحب السعاده مصر بلد الامن والامان شحاته التوني كل الشكر لرجال الامن اللي حرصوا امبارح على دخولنا بسلام وما فيش اي مضايقات اطلاقا. لطيفه الزيات شكرا لابناء الداخليه مشكور كمان احنا ملعب الاهلي وكل اسره ملعب الاهلي كل وزاره الداخليه وكل الناس اللي كانت امبارح موجوده وكانت موجوده هي في الاساس على فكره امبارح وقبل كده وبكره هو الاساس تامينك انت على فكره هي رايحه تامينك انت يعني سلامتك انت فكل واحد يبقى مختص في الدور الله يخليكوا بتاعه يعني المشجع مشجع اللاعب لاعب المسؤول مسؤول الامن ده دوره. شكرا للداخليه والجماهير المحترمه. محمد الغنام شكرا جزيلا للداخليه ونعتبرها بدايه ان شاء الله الرحمن لا هي تكمله باذن الله. طيب لا خلينا نقول المكاسب مكاسب الاهلي. الاهلي كتير جدا مكاسب الاهلي يعني تبدا من حضور جماهيري كبير جدا التزام رائع جدا مسانده ممتازه مسانده ممتازه من الجماهير تشجيع ومفيش احسن من كده ولا افضل من كده. وانا عارف جمهور الاهلي بيقدم دوره على اكمل وجه ايا كانت المباريات وايا كانت المراحل اللي بيمر بيها اول الدوري اخر الدوري في نص الدوري او المباراه في افريقيا نص مباراه افريقيه الادوار التمهيديه الادوار النهائيه هو بيقوم بدوره عارف كويس جدا يعني. ف مكسب كبير جدا لعدد الجمهور اللي موجود امبارح ده هايل جدا
جدا يعني، والتشجيع بتاعه وطريقته والتعامل معه والخضه اللي عملها مع الحريه الغيني، وجمهور الاهلي يخض بجد، يخض داخليا ويخض خارجيا، وكان في لقطات كمان توزيع ميه على الجمهور، العلاقه الحلوه الجميله الحضاريه اللي موجوده، انت داخل هتتامن بشكل كويس عشان سلامتك وسلامه غيرك وسلامه الناس اللي موجوده وسلامه كمان الناس اللي بتتفرج يعني، وسلامه الناس اللي هي عايزه تشوف ماتشات قبل كده وتشوف المنظر ده اللي احنا محرومين منه، اللي لا تستقيم المباريات او الكوره بشكل عام من غيره او الرياضه من غيره. ده الحلاوه بتاعته، ده الجمال بتاعته. انت بتلعب كوره عشان تمتع نفسك صحيح وتكسب فلوس صحيح، لكن كمان في ناس كتير جدا بتستمتع بشكل كبير جدا، حاجه يعني روحيه يعني معنويه نفسيه، من غير ما بتستفاد ماديا. مش كل حاجه في الدنيا الفلوس على فكره يا جماعه، مش كل حاجه في الدنيا الفلوس، في انبساط بيبقى حلو قوي، في فرحه بتبقى طالعه يعني لا اراديه كده وانت بتنتمي لواحد وموجود في المدرجات، ويوم بيبقى حلو من ايام السعاده والهنا بالنسبه لك. دي كانت اول. سمعنا يا عم سمير، سمعنا. اللقطه دي باحساس بقى لعيب، اللقطه دي ما تتمنش ابدا، لقطه وليد وهو خارج ما تتمنش ابدا بتمن. لو سالت وليد سليمان مثلا احساسك ايه، هيقول لك ما اعرفش، يعني احساس ما يتوصفش. وانا طالع وبلاقي تحيه جمهور الاهلي بالشكل ده، يعني تحيه ليا وانا خارج وفايز وعامل الماتش كويس قوي، ممكن كل الدنيا بالنسبه له تروح في حته، وهو تركيزه في اللقطه دي ما يتوصفش، او احساسه في اللقطه دي ما يتوصفش. فانت بتتكلم مش عشان وليد بس كان نجم اللقاء الاول امبارح بلا جدال مع كل نجوم الفرقه، لكن هو كمان كان في حته تانية، كان في مرتبه تانية، كان في وضعيه تانية، لكن احساسه هو خارج وبيلقي التحيه وبيشوف رده الفعل السريعه جدا اللي موجوده في الاستاد، مش موجوده بس في الشوارع ولا في شاشات التلفزيون ولا المحللين ولا المعلقين، لا كمان من الناس اللي موجوده في الملعب. طيب ده مكسب اول. مكسب تاني الحقيقه، واحد من الناس اللي لازم ياخد حقهم بقى، يعني كارترون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي اللي خاض 12 مباراه لحد دلوقتي لم يهزم في اي مباراه، ودي حاجه حلوه جدا جدا جدا، وشباكه كانت نظيفه او نظيفه في عدد 8 مباريات، سجل اهدافه مثلا وصل ل 12، وعدد الاهداف اللي دخلت فيه 4 اهداف. كان في احصائيه او في ارقام لكارترون احنا مجهزينها لحضراتكم، فده واحد من الناس كمان اللي لازم بقى يبقى فيه يعني دعم شديد جدا جدا ليه. الراجل اللي قدامكم ده، لا يستحق بقى الدعم بشكل كويس، الثقه بقت موجوده قوي، بقت موجوده ما بينه وبين الجمهور بشكل حلو. لعب 12 ماتش، يعني احرز 19 مباراه 19 هدف اسف انا قلت 12 19 هدف، فاز في 8 مباريات، دخلت شباكه 4 اهداف، شباك نظيفه 10، تعادل 4، خسر ما خسرش ولا مباراه، نسبه فوز بنسبه 67%. فده مكسب كبير قوي 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 لكارترون، مكسب كبير جدا جدا اسف من مكاسب اللقاء امبارح. اولا ادارته للقاء كانت حلوه قوي، جميله جدا جدا جدا، فكانت ممتازه قوي. السيناريو توزيع اوقات اللقاء بما يتناسب مع الهدف اللي هو عايزه في كل مرحلة من المباراة، ده مدرب فاهم، مدرب كبير عنده خبرات كبيرة جدا. فمن مكاسب اللقاء استخدامه كمان للنوعية اللي يبدأ بيها، والنوعية لنوعية اللعيبة اللي بدأ بيها اللقاء، ونوعية اللعيبة اللي نهى بيها اللقاء، أحداث اللقاء ومجرياته، يعني حتى مع تعامله مع الناس اللي على الدكة إزاي بيراعي الحتة النفسية للعيبة حتى اللي مش موجودة خالص، قراراته اللي خاضها هو وكابتن محمد يوسف، وابعاد واحد من اللعيبه اللي ليها مستقبل جدا كبير جدا جدا لو خد باله من نفسه، ناصر ماهر. يعني كلمه في ودنك، ناصر ماهر ممكن تبقى لعيب كبير جدا وممكن تبقى لعيب عادي جدا، ممكن الناس كلها تفضل تفتكرك وتحلف بحياتك، وممكن الناس ما تفتكركش اساسا لحد ما تموت. فالملعب عندك او الكره في رجلك، انت عايز تبقى ايه؟
عايز تبقى واحد من الاساطير بتاعه الاهلي والنجوم الاهلي، ولا عايز من واحد من الناس اللي بتعدي بشكل كده عادي وخلاص؟ يعني الاهلي خلي بالكم، يعني الاهلي مش مساله الكلمه المعتاده، لا بيقف على واحد ولا بيقف على اثنين ولا بيقف على 10 ولا بيقف على 20 ولا بيقف على 100. خلاص الموضوع بالنسبه له هو الاساس والنظام. وحتى اللعيبه اللي بنجيبها من الانديه الثانيه يعني او اللي كانت بتجينا ممكن تساعدنا، لكن احنا اللي بنساعدهم اكتر، بدليل ان هم مع الانديه الثانيه ممكن ما يحققوش اي بطولات ولا اي مكاسب. يعني اذا المنظومه هي اللي بتنجح، الاساس هو اللي بينجح، السيستم اللي محطوط هو اللي بينجح، الاداره هي اللي بتنجح الموضوع. يعني وانا بقول دايما يعني طبعا من الاساسيات والحاجات اللي مخليه النادي الاهلي، طيب قبل ما اقول الحته دي، الموقع ده حلو، الموقع ده حلو، خليه الموقع ده تحليل مباريات الوداد او من اكبر المواقع اللي موجوده في المغرب. خليني اقول لكم الكلام اللي مكتوب، يعني ناس بتقدر يعني ايه مبادئ اللي الناس هنا بتزعلها بتوجعها قوي الكلمه ديت. يعني فيعني طب مبادئ، يعني لو دي بتوجع ناس كتير قوي، طب مبادئ لو دي بتوجع ناس يا سيدي احنا بنحبها خلاص. طب خلينا بقى يعني ايه، ما هو يعني لا كرامه للنبي في وطن، خلينا نشوف المغرب ايه الاخبار بيقولوا على المبادئ بتاعتنا احنا ايه. بص يا سيدي هتقراها اليوم، لاعب مهم جدا، ده اكبر موقع في المغرب مختص بتحليل الوداد، والوداد طبعا صاحب الشعبيه الاولى في المغرب، صاحب الشعبيه الاولى في المغرب هو الوداد، مفيش كلام. اليوم لاعب مهم جدا في التشكيل الرسمي للنادي الاهلي ما لعبش، وكان عندهم ماتش مهم. السبب او هو ان المسمى ناصر ماهر ده على كلامهم يعني لقوه لاعب يعني ميني فوت، يعني مباراه خماسي، وتم الاحاله به للعقوبه التاديبيه. على امتداد 4 سنوات اخيره سمعنا فضائح من لاعبي الوداد، وحتى واحد ما تضرش معاهم او ما تبش ايقافه او خصمه، يعني التسبب في ابهى صوره. واصلا مجلس يعني مش عايز اخد بقى في المجالس اللي هناك، اوكي خلينا نتكلم بالزاف عليكم التياسر والاحترافيه. طيب دي رساله جايه من المغرب، جايه من الوداد، جايه للعيبه الوداد باشاده بموقف الاهلي. اخد من ده ان انت ممكن تاخد قرار ما تكسبش بيه النهارده لكن تكسب بيه على طول، وتاخد قرار تكسب بيه النهارده لكن تخسر بيه على طول. الاهلي من الصنف الاول، تاخد قرار ممكن يخسرك النهارده لكن تكسب بيه باقي عمرك. هو ده الاهلي، هي دي السياسه بتاعت اداره النادي الاهلي. هرجع لناصر ماهر، انا بعزك جدا وانت عارف كده كويس جدا، ويمكن ممكن تفتكر او ما تفتكرش، سنه 2007 كنت انا مسؤول عن الاكاديميه في النادي الاهلي، وكان موجود عبد النبي عاشور كان مدير فني، وكان موجود كابتن احمد عبد الباقي، ودخل علينا لعيب صغير كده تمام، كان لعيب يعني انا اول مره اشوفه، دخل علينا لعب معانا في الاكاديميه في مدينه نصر، ولقيناه حد مختلف خالص عن المجموعه خالص. الاكاديميه غير المواهب، غير قطاع الناشئين، خدناه من ايديه ووديناه قطاع الناشئين، واول عهده بقطاع الناشئين ما لعبش في قطاع الناشئين وكمل معانا احنا في الاكاديميه. لكن صبره واصراره وثقته في نفسه، ودي من اهم الحاجات اللي عجباني فيه، لكن الثقه ليها حد معين، ليها يعني حته معينه، لو زادت شويه تضر، ما تنفعش. البدايات يا ناصر مهمه جدا جدا، التعليم مهم جدا جدا، مش التعليم اللي هو التعليم بشكل المعنى الاساسي مدارس وكليات وبس، التعلم والتعليم في الحياه. عندك احمد فتحي بص عامل ازاي، عندك وليد سليمان بص عامل ازاي، عندك حسام عاشور بص عامل ازاي. عايز تبقى من دول ولا من واحد قعد سنة أو سنة ونص أو سنتين وكانت إمكانياته وقدراته ممكن تخليه في أكبر أندية أوروبا، وبعد كده يعني الكورة ما بتستناش حد. أتمنى ليك يا رب بإذن الله أن أنت إن شاء الرحمن تبقى واحد من أحسن اللعيبة اللي موجودة في مصر وأنت عندك الموهبة دي. طيب امبارح بص وليد سليمان، كل اللعيبة الصغيرة تاخد الموقف ده والصورة دي تحطها في بيتهم. يعني وليد سليمان احنا حاولنا نعمل معاه لقاء امبارح كل الناس اللي كانت موجوده، لكن للاسف المنظر اللي انتم شايفينه ده وما تحسش بيه، يعني كانت ما تحسش ان في حاجه وجعاه او حاجه مضايقاه، لكن مش قادر يتكلم. الصوره دي عبره او درس، مش عبره، درس لكل الناس اللي موجوده في سن صغير. وما تفرحش ابدا باللي في جيبك دلوقتي،
لان اللي قدامك كتير جدا ممكن يكون منتظرك، فلوس كتير جدا، مجد كبير جدا، تاريخ عظيم جدا. طيب طريقه اللعب والنتيجه والاداء والثقه اللي بقى اللي عند الجماهير هتخليك خطوه كبيره جدا للي جاي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. فمكاسب عديده جدا حققها النادي الاهلي امبارح وهو داخل كمان على البطوله العربيه مع النجم اللبناني، متخوفين هم كمان من الاهلي طبعا طبعا. كابتن سمير عدلي مسافر بكره ان شاء الله الرحمن للتجهيزات والترتيبات، لكن مكاسب كتيره جدا اهمها على الاطلاق ان يبقى في دعم كبير جدا بقى للجهاز الفني لكارترون، الجمهور يبقى موجود في مباراه وفاق الصيف بكل قوه وكل حماس وعدد كبير جدا ان شاء الله الرحمن على استاد القاهره باذن الله. طيب يا امين عمر، امين عمر، انا سمعت الاسم ده السنه اللي فاتت. امين عمر، امين عمر بيحكم لقائين من اصل 8 لنادي الزمالك، والموضوع زي ما قلت لحضراتكم زي ما اشدت انا عارف كويس قوي مش مساله واحد، انا في المطبخ بقالي كتير جدا، انا ما اديش عقلي لحد غيري ابدا ابدا. لما اشدت محمد الصباحي انا عارف كويس، والله عارف كويس، قلت لكم محمد الصباحي حكم يعني ياخد درجه اكتر من الاجاده مع مرتبه الشرف ومرتبه الشرف وايه؟ اسمها مرتبة الشرف وايه؟ الشرف، مرتبة الشرف، اللي معايا كمان مش عارفين. مع مرتبة امتياز مع مرتبة الشرف. ليه؟ امتياز مع مرتبة الشرف، ليه بقى؟ لأنه إدى بينالتي أو حسب بينالتي على الزمالك في الدقيقة كام؟ 92، وقلت لكم بالإحصائيات والأرقام الكلام ده ما بتشوفوش كتير. طالما الزمالك كسبان واحد أو متعادل أو خسران واحد الدقيقة تيجي 84 85 مش هتلاقي المنظر ده. أمين عمر النهاردة عامل واحدة كارثية، مصيبة مصيبة. أمين عمر اللي حكم مباراة بتروجيت، وأمين عمر اللي حكم مباراة النهاردة، اللي حسب بينالتي أنا ما أعرفش يعني هو صح ولا غلط. الكرة الأولى اتحسبت حسن السندبيسي الراجل اللي حسبها ومتحمس قوي، هو كمان شايف التانية اللي على الزمالك، شايفها شايفها كويس قوي، هما الاتنين شايفها. لكن الوقت يا جماعة عليك بالوقت، دي تتحسب ودي ما تتحسبش، دي تتحسب ودي ما تتحسبش، دي للمقاولين ودي للزمالك، دي تتحسب. يعني بصوا المسافة اللي ما بين ده وده هي هي تقريبا نفس المسافة اللي ما بين ده وده، دي تتحسب ودي ما تتحسبش. طب انا عايز اقول لكم على حاجة، يعني عشان هو امين عمر هفكركم بواحدة السنة اللي فاتت برضو مع المقاولين العرب. أمين عمر برضو أمين عمر مع المقاولين العرب، المقاولين العرب والزمالك ده ممكن يبقى اللقاء مثلا إيه الرابع الخامس لأمين عمر مع المقاولين العرب ممكن. السنة اللي فاتت اتفضل، لا هاتها لي فيديو بقى، يعني هاتها لي صوت وصورة بقى، يعني خلينا نستمتع. الكرة دي كانت أحداثها اللقاء فيها 0-0 على استاد القاهرة السنة اللي فاتت بجول لمحمد الشامي لاعب نادي الزمالك، كان في الدقيقة 41 أو 42 من عمر اللقاء أو الشوط الأول تحديدا. اللقطة دي لأحمد علي في الدقيقة 19-20 مع الونش، أوكي الكرة بينالتي مفيش أوضح من كده ولا يعني صراحة أكتر من كده، لكن هو أمين عمر، أمين عمر اللي في لقائنا مع مصر المقاصة الأهلي ومصر المقاصة في استاد السويس والنتيجة 2-1 لصالح المقاصة ما ترددش لحظة لحظة في ضربة جزاء كانت صحيحة على فكرة. تعال بقى لحد انت ما تحضر الفيديو مفيش مشكلة، ما ترددش لحظة على استاد السويس، كانت النتيجة 2-1 للأهلي ومصر المقاصة، ما ترددش لحظة في احتساب ضربة جزاء صحيحة على فكرة، بس هو كان في وضعية ما يشوفهاش، بس خدها بالإحساس، كان في وضع ما يشوفش ضربة الجزاء، بس هي صحيحة جون أنطوي مع شريف إكرامي كانت صحيحة، وكانت النتيجة 2-1 لكن ما ترددش لحظة لحظة، والنتيجة كانت فرق واحد للمصري المقصة أوكي، وبقت فرق 2 بقت 3-1، وبعد كده وليد أزارو جاب جون. لكن طول ما في تعادل موجود وأمين عمر موجود تمام لا يمكن هيحسب بينالتي، أو في فرق هدف وأمين عمر موجود لا يمكن هيحسب هدف. الأمر ده ليه؟
الامر ده النهارده نادي الزمالك مثلا لعب 8 مباريات. انا بقول كده عشان فكره ان الزمالك مظلوم تحكيميا على مدار تاريخه تطلع خلاص من الدماغ، تطلع نهائي من الدماغ. احنا لعبنا النهارده 8 مباريات تمام. المباراه الاولى كانت بتروجيت انتهت 0-0. المباراه الثانيه كان في بينالتي لكهربا مالوش علاقه بالبينالتي في ماتش الاتحاد، وبعد كده المباراه الثالثه كان ممكن يبقى في مباراه امبي كان في بينالتي على جنش ما اتحسبش، كان محمد معروف عادي جدا ما فيش مشكله، وبعد كده في مباراه سموحه في صوره. لو انتوا بتحسبوا الكلام ده طب هات الصوره اللي كانت في سموحه، لو انت بتحسب الكره اللي هي بتيجي في لمسه اليد ولا حاجه، وعشان تحتسب ركله جزاء لمسه يد حاجه من اتنين، يا الكره كبرت الجسم يعني جسمك او ايدك التشريحيه كده يعني طالعه لبره، دي انا في رايي الشخصي ما تتحسبش، في رايي الشخص انا ما تتحسبش. لكن هات الثانيه بقى اللي اتحسبت النهارده لا يلعب معايا سمير والنبي بسرعه، دي تتحسب، الاثنين التانيين ما يتحسبوش. يا ربي يا الله يا الله يا الله يا الله. طيب عشان تكمل الصوره عند امين عمر، خلي بالكم بس احنا لو عندنا حقوق هبين لكم امين عمر واقف فين. دي المشكله ان هو ممكن ما يبقاش ما شايفها، ولا حسن السندبيسي الله يا ريت الصوره تبقى معانا، بس ارجع لي كده. انا نفسي ان شاء الرحمن كل المتابعين والمحللين اللي موجودين يشوفوا حسن السندبيسي الحكم الخامس اللي فضل خامس 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 او رابع خامس يعني، ويعني انت مش هتخش الملعب ابدا وانت كده، صعب جدا يعني تشوف الاولى وما تشوفش الثانيه. نفسي لما تتفرجوا عليها تشوفوا امين عمر واقف كده بالظبط، امين عمر هنا والسندبيسي هنا، انا هنا وهو هنا، يعني فؤاد هنا والمهندس هنا، ومخدوش يا بابا مخدوش يا بابا مش هحسبها يا بابا مش هحسبها يا بابا، والراجل هنا. الصوره لو انتوا عندكم التحليل او والله ما بهزر الكره هنا، يا راجل حسبت الاولى طب احسب الثانيه، يعني حسبت اللقطه الاولى طب احسب الثانيه. بس ده عشان امين عمر، لان انا عارف كويس جدا امين عمر اللي تغاضى عن 3 رغلات جزاء في موسم 2014 2015 اللي فقط فيه الاهلي وام بالثلاث ضربات جزاء، 2 لعماد متعب واحد لوليد سليمان. شوفوا اللي جايه دي بتاعت السنه اللي فاتت. بس احنا ما بننساش، احنا لا عندنا ذاكره سمك ولا ذاكره الدبان، يعني اللي هي كل 10 ثواني تقعد تعمل فيها كده. اطلع يا عم بالفيديو كده، وعايزكم تشوفوا امين عمر فين. اتفضل يا باشا. نبدا كده المباراه بحاله نقف نتناقش فيها شويه ونشوف هنا في حاله سقوط للاعب. عيد بقى يا باشا وكل من الاتجاهات وشوف لي امين عمر بالله عليكم فين. كمل يا باشا كمل. كمل بقى كمل. سيبها براحتها خالص. ماشي كمل. لا كمل. لا مش عايز اتكلم، انا عايز الناس تتفرج بس تتمزج من امين عمر. بصوا فين امين عمر، بصوا بس. بص فين؟ يا ريت بقى والنبي ترجع، الله يخليك ارجع لي كده. تنفع؟ ينفع؟ 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 كمل بس كده، كمل بقى كمل. لابس احمر ده امين عمر. يعني ده امين عمر. ده امين عمر، بص الوضع فين؟ وضعه فين؟ زاوية الرؤية فين؟ ما تتحسبش عشان النتيجة 0-0. النتيجة 0-0. تمام؟ طول ال 90 دقيقة هتلاقوه نموذج طول التسعين. تعالى بقى طول التسعين دقيقة هتلاقي نموذج، مفيش ولا غلطة، حاجات داخل مش عارف ايه، حاجات كده صغيرة وبتاع ما تبص لهاش. يعني النهاردة مثلا طارق حمدي يضرب الواد اللي بره مش مشكلة، يعني مش هتفرق، مش دي الأساس. لكن طول التسعين دقيقة هتلاقي نموذج، لكن اللقطات اللي فيها يعني حاجة حاسمة أو ممكن يبقى فيها ردة فعل أو فيها يعني كلام يعني لا قدر الله يتحسب بينالتي ويجي منها جون والماتش يتعرب، لا 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 ما ينفعش. طيب عايز اطرد حته الاهلي بيكسب الحكام او الزمالك بيكسب بالحكام، مش عايز اطردها من دماغكم، يعني عايز اطردها من دماغكم الاثنين، عشان السنين اللي فاتت ما حدش يقعد يقول لك يعني الزمالك مظلوم تحكيميا مظلوم. طب احنا لعبنا السنه دي على ارض الواقع 8 مباريات، مباراه المقصه اعرض يا عم الصوره، قول تسلل. فمباراه المقصه الهدف تسلل اوكي.
اوكي. الهدف الثاني بقى اللي كان او في مباراه امبي بتاع جنش لو عندك الصوره ما وصلتش. ماشي يا سيدي اوكي. انا مش زعلان ولا متضايق، مفيش مشكله، ودي اخطاء يعني تبقى في كرة القدم واردة. انا بقول ان البنالتي اللي على المقاولين مش بنالتي خالص، بقول كده يعني عشان تتحسب ضربة جزاء، يا اما الايد بتكبر الجسم. يعني ايه بتكبر الجسم؟ جسمك مش بيتخن يعني، لكن المساحة بتاعت جسمك بتبقى عاملة كده مثلا، اوكي؟ فكده اكنك الجسم كبر، او المسافة التقديرية اللي ما بين الخصم والمنافس واللاعب يعني ما تسمحش ان انت تغير وضع التشريح بتاع جسمك. ومحدش يقول اصل الراجل ايده مفروده ليه؟ لان انت بتلعب على الكره الثانيه كسونج، ما بتلعبش على الاولى اللي هو النجاز. النجاز لما رفع دي لعبه اولى، لكن اللعبه الثانيه كسونج وهو بيشترك بقت لعبه ثانيه، فالراجل بيلتحم معاه عادي جدا، مفيش مشكله، ما تتحسبش ابدا. الغريب في الثانيه بقى، شوفوا بس نظر تركيز قوي بتاع حسن السندبيسي وكابتن امين عمر. انا هقف يعني هقعد، مش هقف دقيقة صمت أو دقيقة أحداد، مش هعمل كده، مش هقوم واقف دقيقة أحداد كده. سموها بقى يعني، سموها لحظة صمت، سموها نص دقيقة أحداد، 20 دقيقة أحداد، يلا يا باشا أهو. بس. أوكي. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة بالانجليزي، ومفيش مشكلة بالعربي، ومفيش مشكلة بالفرنساوي. قال له أكتر حاجة عجبتك في فرنسا إيه؟ قال له أكتر حاجة لفت انتباهي في فرنسا إن كلهم بيتكلموا فرنساوي حتى العيال الصغيرة. ماشي يا سيدي، أوكي. ما عنديش حاجة أقولها بقى تانية خلاص. نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا النهاردة في ملعب الأهلي، كابتن ماهر همام وكابتن أسامة حسني وكابتن أحمد بلال. الطائر بعبع الزمالك. هو دخل عليها وشوط حلوة، برافو يا عادل هيكل يا ولد عادل، برافو عادل. عادل هيكل يعتبر من أفضل حراس المرمى على مدار تاريخ النادي الأهلي، ولقب بالحارس الطائر نظرا لطوله الفارع. هنا داخل وسط، لو غسوا غسوا بشوط، برافو عادل، لكن خلوا يسيبوا كلونا ويسيبوا نجح هيكل في فرض نفسه وجوده كحارس عرين القلعة الحمراء وسط عمالقة جيل الخمسينات والستينات، حتى أطلقت عليه الجماهير الحارس الطائر. بدايته كانت مع النادي الأهلي في عام 47، وكان عمره ساعتها 13 سنة، وضمه مسؤول النادي الأهلي بعد متابعته في بطولة المدارس بتوصية من مختار بيتش اللي أعجب بقدراته ساعتها. أطلق جمهور النادي الأهلي على عادل هيكل لقب بعبع الزمالك بعد ما فشل الفريق الأبيض في الفوز على الأهلي في وجود هيكل. بهدف كانت ترتفع هتافات مشجعي الأهلي ويشتد حماسهم وتصفيقهم، أقبل جمهور الأهلي يعانق لاعبيه ويقتلهم فرحا بفوزهم مبتهجا بالنصر الذي أحرزوه.
قبل ما نرحب بضيوفنا لازم برضو نجدد العزاء عزائنا للكابتن عادل هيكل واسرته بالتاكيد يعني. وكان النهارده كمان في على راس الناس اللي موجوده في جنازه كابتن عادل هيكل كان كابتن محمود الخطيب ومعظم لاعيبه كره القدم. فالبقاء لله في وفاه كابتننا الكبير كابتن عادل هيكل. كابتن ماهر مساء الفل. كابتن سيد اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك يا متالق؟ كله تمام؟ انت المتالق في العمر. تمام اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله سيد. طيب تمام. كابتن عادل هيكل وفاته يعني لو حابب تقول كلمه قبل ما نروح. هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البقاء لله رمز من رموز النادي الاهلي. كابتن عادل هيكل بيعتبر من احسن حراس المرمى اللي جت في تاريخ الكره المصريه اذا كان عربيا او افريقيا. كابتن عادل هيكل يعني من الرموز اللي احنا عشنا معاها عمر كبير جدا مع كابتن صالح سليم الله يرحمه ويمكن كابتن طارق سليم. عايز اقول لك كابتن سيد ان يعني انا بحيي طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ان كان عنده رؤيه يعني سابقه ان هو قدر يكرم الرموز ديت في خلال الفتره اللي فاتت. يمكن كان الكابتن عادل كان من ضمن اول المكرمين لكن صحيح. الحاله الصحيه اللي كان موجود عليها كابتن محمود الخطيب راح له المستشفى وكرمه هناك وده كان اقل حاجه طبعا احنا بنقدمها لرمز من رموزنا كابتن عادل هيكل يرحمه الله. طيب ودي صلاه الجنازه طبعا كابتن محمود الخطيب استاذ طارق قنديل كابتن شعب عبد الشافي استاذ خالد الدرندلي مجموعه كبيره جدا من الناس نجوم الكره وخصوصا القدامى يعني. كابتن بيان مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد. ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله خليك يا رب. الشياكه كده انت اللي اول شياكه كلها. تمام. انا اتعب بحكي كتير قوي انا. طيب وحشتني والله بقالي بتاع يومين ما شفتكش. صحيح دي حقيقه. طيب هاخد منك كلمه الاول ارحب بنجم الاعلام القادم بقى. صحيح صاروخ عامل حلقه واحده بس تمام هز بيها كل انا عايز اقول لك يعني في وقفه كبيره جدا من بره في مدينه الانتاج. وقفه احتجاجيه ولا وقفه وهيبقى ابو الاشبال كمان احنا بنتعلم منك برضه بنتعلم الكلام هيبقى ابو الاشبال ان شاء الله قادر. ازيك يا كابتن سيد الاخبار؟ تمام. طب كابتن بلال لو حابب تقول كلمه اللي كابتن عادل هيكل. طبعا البقاء لله سبحانه وتعالى. كابتن عادل هيكل من احد الرموز طبعا رموز النادي الاهلي اللي كلنا يعني احنا ممكن في احنا جيل ما عصرناهاش تمام ولكن سمعنا عنهم طبعا بكل تاكيد سمعنا عن ازاي كان انتمائهم للنادي الاهلي ازاي كان حبهم للنادي الاهلي سمعنا عن الاجيال الكبيره دي اللي اعطت للنادي الاهلي كتير بقال الله طبعا ربنا يا رب ان شاء الله يرحمه ويتولاه برحمته يعني ويجعل مثواه الجنه ودي ناس يمكن احنا يعني انا ما عصرتش الناس دي كلها ما شفتهاش ولكن دي ناس فعلا يعني لما التاريخ بيجي وبنفتكر وبنشوف لا بنحترم الناس دي وبنحترم المجهود اللي اديته ودايما كل واحد ادى رسالته داخل النادي الاهلي بتخلد الرساله دي دايما وابدا. طب كابتن اسامه لو حابب تقول حاجه كنا سمعنا من حضرتك كلمه امبارح لو حابب تقول حاجه النهارده. لا كابتن عادل هيكل طبعا اسم كبير في النادي الاهلي ربنا يرحمه يا رب. هو كان ظروفه الصحيه طبعا في الفتره الاخيره كان تعبان شويه لكن كان قبل ما يتعب كان متواجد دايما في النادي الاهلي بصفه مستمره النادي الاهلي الجزيره واحنا كنا دايما بنشوفه وبنقابله فربنا يرحمه يا رب. يا رب دايما. بنجدد العزاء واحد من رموزنا طبعا وكابتننا الكبار جدا كابتن عادل هيكل وربنا يصبر اهله يا رب. طيب كابتن ماهر اخد منك كلمه على لقاء الاهلي امبارح مع حوريه الغيمي وبعدين نخش في احداث الاسبوع الثامن ونرجع تاني للاهلي. طيب حاجه قبل ما استاذنك يعني قبل ما نخش في الاهلي احنا الناس بتشوفنا مش في مصر بس دي صفحه تحليل مباريات الوداد تحليل مباريات الوداد بتتابعنا جدا جدا احنا كمان يعني انتوا اخواتنا وحبايبنا واللي بيننا وبينكم دايما ملعب بس مش اكتر بالعكس انتوا الناس فوق راسنا من فوق ونادي محترم ونادي كبير ونادي له شعبيه عظيمه جدا وانتوا كمان ابطال افريقيا لحد دلوقتي انتوا اللي حاملين اللقب يعني وخرجوا من وفاء الصيف امبارح لكن بيشيدوا طبعا بموقف الاهلي امبارح في مباراه الحريه واحنا كمان بنشيد كمان بيكم لان انتوا كمان كونك ان انت بيبقى في نقد يا كابتن ماهر يا كابتن بلال كابتن اسامه يعني نقد من غير تجاوزات ومن غير اهانات ومن غير حاجه بيبقى نقد بناء وهم بيحبوا فرقتهم وعايزين فرقتهم دايما تبقى للامان متابعينا وسجلوا رده فعلنا على طول في البرنامج. طيب اسمع من حضرتك كلمه بقى على لقاء امبارح. طبعا امبارح مبروك للنادي الاهلي مجلس ادارته وجمهوره ولاعيبته والجهاز الفني وعايز اقول لك ان كانت في لقطه انت بدات بيها كابتن سيد جمهور النادي الاهلي اللي احنا عايزين نقف عنده وقفه بشكل كبير جدا يعني
جمهور النادي الاهلي امبارح يعني تجمل وتشيك وراحت الاسره الاهلاويه والاسره المصريه عشان تشجع النادي الاهلي في مباراته مع حوريه الغيني في استاد السلام، يمكن اكتر من 30,000، وده منظر احنا بقالنا كتير جدا ما شفناهوش يا كابتن سيد. ويمكن احنا كنا بنتكلم كمان قبل الهوا وقلنا ان يمكن سبب اداء النادي الاهلي المتميز امبارح رقم واحد مساندة جمهور النادي الاهلي للاعبتنا. اللعيبه حست بجمهور، حست بهتافاته بشكله بتنظيمه، كمان ده كله بيساعد على اللعيب انه يبدع. امبارح فعلا ولادنا لاعبتنا المحترمين لعيبه المميزين لعيبه النادي الاهلي ابدعوا بشكل كبير جدا يا كابتن سيد طوال 90 دقيقه. يعني اول مره نتفرج على اداء النادي الاهلي بهذا الشكل بدنيا وفنيا وتكتيكيا وجمل تكتيكيه على اعلى مستوى، واربع اهداف في مباراه واحده مع فرقه بنقدر نقول من الفرق المميزه او الفرقه الكويسه. ده بيرجع للاعداد اللي كان قبل المباراه من ناحيه العمل النفسي للجمهور الدالي للعيبه، التحضير والتجهيز بالظبط، وكمان الجهاز الفني كمان اللي ذاكر بشكل كبير جدا. بحيي طبعا الجهاز الفني على الروح الجميله اللي هو بيعطيها للعيبه. يمكن كان في لقطه بعد نهايه المباراه كابتن سيد الجهاز الفني راح سلم على يمكن راجل المدير الفني كارترون، سلم على الجهاز ككل. دي حاجه اذا كانت بتدل على ان فعلا الروح اللي كان موجود عليها لعيبه النادي الاهلي واللي هي باينه من بدايه المهمه. في لقطه لشريف اكرامي كمان يا سمير اعرضها، شريف اكرامي في الجول الثالث يعني عامل رده فعل هايله جدا بالظبط. وبعدين راح سلم على الاحتياطي، هنسلم على اللعيبه اللي بذلوا المجهود بهذا الشكل. فاذا كان ده بيدل يا كابتن سيد بيدل على ان منظومه النادي الاهلي منظومه بعد الهدف الثاني بتاع تدرس بشكل كبير جدا. وده اللي احنا بنورثه من اجيال لاجيال. يعني كنا بنتكلم على الكابتن عادل هيكل زي بلال واسامه بيقول ان احنا كنا بنشوفه في النادي بيحتضن الناس بيحتضن اللعيبه، وبعدين بيجي كمان يمكن الكابتن عادل بصفته كحارس مرمى كان بيجي بيشيد باداء شريف كرامي عصام الحضري من قبله. فدي حاجات يعني بتدي لك التميز اللي احنا بنشوفه في النادي الاهلي. لكن مباراه كابتن سيد مجملها مباراه ممتعه، لو هنفضل نتكلم النهارده وبكره عايز لها كذا استوديو تحليلي لهذه المباراه هنرجع لها طبعا. يعني تاكيدا لكلام حضرتك، في كلمه النهارده القاها كابتن الخطيب، منها ان هو بيوجه الشكر للجماهير النادي الاهلي على الدعم والوقوف دائما خلف الفريق. فده كان محسوس باين وواضح جدا لكل افراد المنظومه. كابتن بلال اسمع رايك في الماتش امبارح. بص، مباراه امبارح يمكن زي ما انت قلت دلوقتي كابتن ماهر قال من افضل مباريات النادي الاهلي خاضها السنه. يمكن في عوامل كتيره جدا ادت النادي الاهلي يطلع بالنتيجه دي ويطلع بالاداء ده. هنتكلم على العوامل المهمه والمؤثره كابتن سيد. رقم واحد هو جمهور النادي الاهلي والحضور بالشكل الرائع اللي كان موجود عليه. يعني دايما الفرق الكبيره الفرق القويه بتستمد في بعض الاوقات قوتها من الجمهور بتاعها. يعني ممكن يبقى انت النهارده الحاله الفنيه بتاعتك مثلا 50-60%، مع وجود الجمهور والحافز الكبير اللي موجود ممكن الحاله بتاعتك توصل ل 70-80%، واحيانا بتنعكس برضو الحاله البدنيه. يعني ممكن تبقى حالتك البدنيه قليله جدا ولكن الجمهور اللي موجود التواجد بتاعه التشجيع بتاعه بيزود عندك القوه البدنيه. مش عايز اقول بيزود عندك اللياقه، لا، بيزود القوه البدنيه عندك، ممكن يخلي درجه اعطائك في المباراه عاليه جدا جدا. فالنهارده الحاله اللي كان موجود على جمهور النادي الاهلي طول المباراه من بدايه من قبل اللقاء كمان لنهايه اللقاء ساعدت اللعيبه بشكل كبير. الرغبه عند اللعيبه طبعا كانت رغبه واضح جدا، رغبه في المكسب ورغبه في الاداء الجيد بشكل كبير جدا. اللعيبه امبارح في المباراه واضح رغبتهم من اول دقيقه في المباراه. النهارده شفنا لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه في المباراه امبارح بيضغطوا من كل مكان، الخطوط متقاربه بتاعت اللعيبه بشكل جيد جدا. اللعيبه النهارده كل الكرات المشتركه لصالح لعيبه النادي الاهلي، ودي حاجه جيده جدا من بدايه اللقاء. دايما احنا بنتكلم في المباريات الحاسمه ان الكره المشتركه بتبقى عامل اساسي في بدايه اللقاء. طول ما انت بتكسب الكره المشتركه بتكلم على الروح، طول ما انت بتكسب الكرة المشتركة بيبقى ليك الأولوية. الحالة الثالثة الحالة الإدارية بقى، الحالة إدارة المباراة، إدارة المباراة امبارح كانت جيدة جدا، رائعة جدا من المدير الفني مستر كارترون، أدار المباراة بشكل جيد جدا، تقسيمة اللعيبة داخل الملعب، الخطوط المتقاربة للعيبة، اللعب السرعة اللي موجودة عليه، الريتم بتاع النادي الأهلي كان في ريتم امبارح عالي جدا من لعيبة النادي الأهلي، وده اللي خلى فرقة حورية مع انهم فرقة كورة ما قدروش يجاروا النادي الاهلي طول المباراة. انت عندك رتم سريع في الملعب بترتد بسرعة سواء اذا كان دفاعيا او هجوميا، ما عندكش مساحات ورا ظهر الباكين بتوعك اللي كان المفترض يستغلهم فريق حورية كوناكري امبارح ما قدرش يستغلهم لان المساحات ما كانتش موجودة. دايما خطوط متقاربة، اللعيبة متقاربة من بعضها. فالحالة فإدارة المستر كارترون امبارح للمباراة كانت رائعة جدا جدا النحو الفني. اللعيبة كانت عندها الرغبة بشكل كبير، وحضور الجمهور هو اللي خلى النادي الاهلي بالشكل ده. افضل مباراة زي ما انت قلت
في خلال المباراة دي كلها. طب طيب كابتن اسامه، انا سمعت رايك امبارح طبعا، لكن لو في حاجه عايز تضيفها النهارده. لا انا بس عايز اتكلم على اللقطه بتاعت الوداد وهو بيشيد بالنادي الاهلي. انت عندك لعيب مهم ولعيب اساسي في التيم، لعب المباراه الاولى وانت محتاجه والمباراه على ملعبك وبيتم ايقاف اللاعب، فالنهارده بيضرب المثل بالنادي الاهلي. الكلام ده ما بنشوفوش غير في النادي الاهلي بس. صحيح النادي الاهلي بيبني لاعب، مش ما بيبصش للمباراه بس، بيقوم لعيب ممكن يحتاجه سنوات بعد كده. شفنا برضو الموقف ده يوم مباراه الانتاج الحربي محمد الشناوي، واحنا قلنا هنا في الاستوديو ان الشناوي يستحق يومها الطرد قبل ما يطلع البيان عن التحكيم، النادي الاهلي بيعاقب محمد الشناوي. صحيح. فهو ده يعني الحاجه الحلوه في النادي الاهلي، ان الفريق زي الوداد المغربي النهارده بيضرب المثل بالنادي الاهلي في المعامله وفي القرارات، فدي حاجه تحترم من النادي الاهلي. طبعا امبارح اللي ادى الحافز للجهاز واللعيبه السيناريو اللي حصل قبل المباراه بيوم، خروج الوداد المغربي، خروج النجم الساحلي ومازيمبي. ده ادى الدافع اكتر للعيبه، الاهتمام، الحرص، التركيز. فكان المباريات اللي اتلعبت قبل مباراه النادي الاهلي دي اديتهم التركيز. حتى هو كالتيرون قال احترام المنافس، احترم المنافس. احلى لقطه في المباراه الروح الطيبه اللي ما بين اللعيبه كلها وما بين الجهاز وما بين الاساسيين ما بين الناس البدلاء. هو ده سر المكسب، ده سر المكسب، انك تقدر تخلي الناس كلها اللي بره زي اللي جوه، تقدر يعني يبقى في مكسب. وكالتيرون هو في الناحيه النفسيه ما شاء الله يعني مهيئ الناس كلها وشارك، خلي الناس تشترك كلها. النهارده انت بتلعب حوالي في دوري، لعبت بطوله عربيه، لعبت في افريقيا، عدد كبير شارك، فالناس كلها قريبه، وهو ده اللي موصله للعيبه. حتى الروح الطيبه اللي بتجمعه دايما قبل التمرين مع اللعيبه، دايما بيهزر، دايما بيضحك معاهم. حتى شفنا لقطه قبل المباراه هشام محمد وهو بيسجل مع قناه النادي الاهلي، بيروحوا وبيحضنوا وبيهزر معاه. فهي دي الروح الطيبه اللي كالتيرون يعني قادر يوصلها للعيبه. اوكي طيب، في اخر جزء النهارده من الحلقه هنتكلم تاني على مباراه حوريه الغيني واستعداد الاهلي لمباراه النجم اللبناني واستعداده كمان لوفاء الصيف، لكن عشان اهميه افريقيا والبطوله الافريقيه تحديدا، كان كابتن خطيب النهارده عنده لقاء مع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اتكلم حتى في اللقاء ده عن اهميه البطوله الافريقيه وكل الدعم للفريق عشان ياخد البطوله دي باذن الله. فان شاء الله الرحمن هي كوره في الاول والاخر، يا رب نكون موفقين فيها باذن الله. عندنا مباراه صعبه جدا، والملعب اللي اتلعب عليه النهارده مباراه المصري مع اتحاد العاصمه هو نفس الملعب اللي هيلعب عليه الاهلي مع وفاء الصيف، وهو ملعب على فكره يعني صعب مش سهل، ضيق مش واسع. لكن على العموم اهميه البطوله الخاصة بجماهير النادي الاهلي وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على راسهم كابتن خطيب واحنا كمان كمحللين. نروح لثلاث مباريات النهارده ونرجع طبعا للاهلي واستعداداته للبطوله العربيه وبعدين البطوله الافريقيه. النهارده في ثلاث مباريات يا كابتن ماهر، واحده في الكونفدراليه، حسام حسن عامل شغل ممتاز جدا الحقيقه مع النادي المصري، كسب النهارده اتحاد العاصمه هناك في الجزائر 1-0 بعد ما كان كسبه 1-0 هنا، وله ضربه جزاء برضه كارثه للمصري ما اتحسبتش، كانت ممكن تبقى النتيجه 2-0، وهيلعب فيتا كلاب على فكره اللي هو الكونغولي، هيلعبه في الدور قبل النهائي، فكل التوفيق طبعا ليه. لو حابب تقول كلمه للقاء المصري وبعدين نتكلم على الدوري. بنبارك طبعا للمصري وجهازه الفني وجمهوره واللاعبين اللي هم اصحاب هذا الانجاز، وده بيرجع كابتن سيد للثقه المتبادله اللي بين مجلس اداره الثقه اللي بين اداره النادي المصري وثقتها في الجهاز الفني بقياده كابتن حسام وكابتن ابراهيم وطارق سليمان طبعا المدرب العام، ثقه كبيره جدا. يعني بقى لهم يمكن دي السنه الثانيه او الثالثه على التوالي حسام بيقدر يعمل اختيارات بشكل كبير في احتياجاته للفرقه. كل العناصر اللي يمكن بيقدر يختارها حسام حسن يمكن معظمها من القسم الثاني، لعيبه مغموره ويمكن ما بتسمعش عنهم حاجه، لكن رؤيه حسام وخبرته قدرت ان هو يختار اللعيبه المناسبه للمكان المناسب اللي هو فعلا محتاجه. النقطه الثانيه كمان في الاستراتيجيه اللي بناها حسام للنادي المصري، ان قدر يبقى عنده ثبات في التشكيل بشكل كبير جدا، عناصر معظمها كلها بتجمع بين الخبره وبتجمع بين الدم الجديد وبتجمع بين الدفع ببعض الناشئين. الحاجه الثالثه اللي نجحت حسام حسن ان بقى عنده روح قتاليه عاليه جدا، وبقت روح او شخصيه البطل، شخصيه القائد. اللعيبه كلها بتشوف حسام بمعايشته معاهم في الاداره الفنيه طوال ال 90 دقيقه ان هو واحد منهم بيساعدهم بشكل كبير جدا، وده بينعكس على اداء اللاعبين خلال الملعب. بنشوف لعيبه المصري عندها الروح القتاليه العاليه، عندها القلب اللي هو بتاع حسام، عندها الاصرار على المكسب
ودي حاجه بتحسب لجهاز الفني وحسام حسن بالذات انك انت بتحط الدوافع دي في هؤلاء اللاعبين مع صغر سنهم ومع قله الخبرات اللي هم بيكتسبوها في الدوري العام او في البطوله الافريقيه اللي هم بيشاركوا فيها بشكل جيد. النهارده بنقول لحسام بيكسب في المصري 1-0 وبعدين بيكسب مكسب عزيز جدا خارج ملعبه، فده بيدل على ان بقى في نضج، بقى في خبرات، بقى في تحدي لإدارة المصري وجمهوره والجهاز الفني واللاعبين ان هم ان شاء الله يقدروا يوصلوا للنهائي. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المباراة القادمه باذن الله. طيب كابتن بلال. كابتن حسام حسن يمكن دي ثالث سنه على التوالي مع المصري، عايش مع لعيبه بشكل جيد، مدرب او مدير فني من المديرين الفنيين المحفزين بشكل جيد للعيبه. واضح ان هو عنده مركز السنه دي على البطوله الافريقيه. يمكن احنا لو بصينا على المصري في الدوري العام ممكن يكون اداؤه في الدوري العام مش جيد السنه دي، ما بيأديش اداء قوي، ما بيأديش اداء ممتع بالنسبه لنا. ممكن مباراه سهله بالنسبه له ان هو ياخدها المصري يكسب فيها بصعوبه جدا، ولكن في البطوله الافريقيه واضح ان في تركيز، واضح ان هم عينهم على البطوله الافريقيه بشكل جيد جدا. كل المباريات اللي بتتلعب سواء كانت هنا في القاهره او خارج ملعبه في دور الثمانيه او الدور 16 حتى دور المجموعات بيأدي بره بشكل رائع جدا جدا جدا. شفناه مباريات كتير. عايز اقول لك حاجه كابتن بلال، انت عارف ان المصري خاض لحد دلوقتي كام مباراه؟ 12 مباراه. انت عارف خسر كام مباراه في ال 12؟ تقريبا مباراه واحده. ولا مباراه. تخيل، ده رقم. انا بقول لك بره ملعبه كمان، ده رقم رهيب. يعني كون ان فرقه ما عندهاش الخبره الافريقيه بالشكل ده، صح، وتخوض 12 مباراه في الكونفدراليه وقابلت فرق كبيره، فرق صغيره، يعني اكبرهم النهارده مثلا اتحاد العاصمه، ويكسب خارجيا وداخليا. في تصريح لابراهيم حسن، كابتن ابراهيم حسن المدرب او مدير الكوره، قال لك احنا مستعدين نقدم اي مساعده للنادي الاهلي قبل مواجهه وفاء الصيف. ملعب 8 مايو، ملعب جيل صغير، قلم الصغير. يعني انا كنت متخيل ان هو صغير، فبقول لا، هو اللي شاهد بعينه طبعا ارضيته من النجيل الصناعي. وقال ان كمان مهم قوي ان يبقى في ان انت تحجز المكان الاقامه من بدري شويه عشان ترتاح اكتر، يتنفذ لك اللي انت عايزه اكتر. واضح ان ممكن يبقى في بعض الحاجات اللي ممكن ما تبقاش يعني بساطتهم ولا حاجه، لكن في النهايه هو ده تصريحه. كمل. طبعا. فعايز اقول لك ان هو بره ملعبه كمان بيركز تركيز كبير جدا، بيكسب بره ملعبه بشكل كويس او بيتعادل بره ملعبه، بيأدي اداء جيد جدا. واضح ان هو مركز على البطوله الافريقيه. يمكن زي ما قلت لك من شويه، ممكن بطوله الدوري بالنسبه له البدايات ممكن ما تكونش كانت سهله، ولكن التركيز، كل التركيز على البطوله الافريقيه. هو خلاص خد المركز الثالث مع المصري، خد المركز الرابع مع المصري، حقق يعني وصل لاقصى طموح. فانت عندك الطموح المتجدد بالنسبه لك هو البطوله الافريقيه. يعني النهارده ممكن تقول لك المصري ممكن يلعب على دوري عام، من الصعب انه يلعب على دوري عام في ظل المنافسه الكبيره من النادي الاهلي ونادي الزمالك. صحيح. لكن البطوله الافريقيه ده الهدف الكبير بالنسبه له. هو مدير فني عنده تحدي كبير، عنده هدف بيشتغل عليه، وده مهم جدا بالنسبه انك انت حتى كمدير فني تخلق هدف لنفسك، مش بس تخلق هدف للاعيبه اللي موجوده معاك. الهدف كان موجود وحققه في بطوله الدوري، لكن الهدف الاكبر بطوله افريقيا. يعني المصري بقاله سنين كبيره، ويمكن ما اعرفش هو خد البطوله ولا ما خدهاش، ما اعتقدش انه خد البطوله دي قبل كده، بطوله الكونفدراليه ما خدهاش. ولكن النهارده لما يوصل كابتن حسام حسن مع المصري لنص النهائي الافريقي والنهائي الافريقي ويكسب البطوله، اعتقد ده انجاز هيسجل في التاريخ بالنسبه للمصري، وكمان بالنسبه لكابتن حسام حسن كمدير فني. بتكلم على اللي جاي. بتكلم على اللي جاي. مش ولا فرقه خدتها غير الاهلي. لا، الاهلي بس، والفرقه المصريه الوحيده اللي خدتها هي الاهلي. يوصل الدور قبل النهائي قصده بلال، يعني ده فده حاجه انجاز. انجاز طبعا. انجاز طبعا. طبعا. انجاز طبعا. انجاز كبير جدا. ما حصلش قبل كده. فده انجاز لكابتن حسام حسن، وانجاز كمان لفريق المصري. فواضح طبعا ان هو بيحفز لعيبته في كل مباراه على الحته دي، حته البطوله الافريقيه، ان اللي جاي هيبقى اصعب، اللي جاي. عشان كده هو دايما في كل مباراه بيلعبوها تحس ان هي مباراه النوك اوت، مباراه الخروج بالنسبه له. عشان كده كل مباراه بيلعبوها سواء جوه ملعبه او بره ملعبه بيعتبروها هي المباراه الفاصله بالنسبه لهم. الروح القتاليه بالنسبه لهم يعني بتبقى يعني واضحه من بدايه اللقاء ان هو عايز يكسب خلاص. صح. ما عنديش هدف ثاني يا كابتن، سواء اذا كان جوه او بره، في المباراه الاولى او المباراه الثانيه. يعني في فرق لما بتلعب بره بتقول اول مباراه بتقول لك خلاص انا بلعب على حته التعادل، ان انا ما يجيش فيها هدف، وان انا عندي مباراه العوده على ملعبي. لكن هو في المباراه الاولى بيعتبرها هي المباراه النهائيه، وحتى اللعيبه كمان في الملعب. عشان كده دايما مباراتهم اللي بره بيأدوا فيها اداء افضل بكتير جدا من مباراه اللي بيلعبوا على ملعب. كابتن اسامه، هو ده نتيجه الاستقرار يا كابتن سيد. قلنا الاستقرار عامل مهم جدا في الكوره، سواء استقرار مدرب او استقرار لعيبه. المصري محافظ على التوليفه دي، طبعا في الاستقرار الفني كابتن حسام والجهاز بتاعه، لكن عجبني اداره اللقاءين من كابتن حسام حسن والجهاز بتاعه. طبيعي انك انت كمصري كسبان 1-0 على ملعبك تروح المباراه الثانيه في الجزائر هتدافع وهتعمل كثافه في نص الملعب، لكن النهارده ادار اللقاء بذكاء. النهارده بدا بوادي
تحتيه احمد جمعه صحيح اسلام عيسى وجريندو. لا ده هو ده يعني بيدي فرقه اتحاد العاصمه رساله ان انا عايز اكسب هنا زي ما انا كسبت في 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 مصر جاي اكسب. فالتشكيله حتى الرساله وصلت للعيبه احنا عايزين نكسب. ووفق كمان في الهدف انه يجيبه في الشوط الاولاني. طبعا كان المصري شكله افضل كتير في الشوط الاولاني، ضاعت منه فرص، كان بيروح بفرص خطيره. لكن الشوط الثاني طبعا طبيعي انه يضغط، عمل التغييره، طلع احمد جمعه ونزل تورج جبن عشان يملى في نص الملعب. لكن النهارده فنيا كابتن حسام حسن ادار اللقاء بذكاء. اوكي، يبقى مبروك للمصري الصعود للدور قبل النهائي. هيلعب فيتا كلاب برضه عنده خبره افريقيه كبيره جدا، لكن بقى المصري عودنا السنه دي تحديدا يعني في الكونفدراليه ما بيهموش اي حد، اي فرقه عندها خبره افريقيه برضه بيكسبها. يكفي ان هو الفرقه المصريه الوحيده اللي خضت 12 مباراه في الكونفدراليه لم تهزم، يعني الاسماعيلي كان اخر مره 10 مباريات لم يهزم تقريبا في الكونفدراليه، وحرس الحدود 9. لكن يبقى المصري بيحقق انجاز كبير وجديد ورقم قياسي جديد جدا في الكونفدراليه. مبروك للجهاز الفني كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن وفرقه المصري. طيب حضرتك متوضي؟ الحمد لله رب العالمين. متوضي؟ كمان يا كابتن سيد عايزين نحيي ابراهيم حسن على الروح الجميله اللي هو الرساله اللي بيبعتها، ان لو النادي الاهلي احتاج اي معلومات من خلال زياره المصري لاتحاد العاصمه من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه، فطبعا بنحيي من خلال برنامجك حسام حسن وابراهيم حسن، لان هم برضك اولادنا يعني حاسين طبعا باللون الاحمر وحاسين بتربيتهم في النادي الاهلي. فالنهارده عايزين يقدموا اي حاجه. انا بحيي طبعا حسام وابراهيم على هذه الروح، ونتمنى لهم ان شاء الله باذن الله انهم يوصلوا النهائي ويكسبوا البطوله باذن الله. طيب سالتك سؤال، انت متوضي؟ الحمد لله رب العالمين. طيب متيمم. ربنا يستر. اللي شفناه النهارده ده لازم تتوضى بعد الحلقه. لازم تتوضى بعد الحلقه. الزمالك والمقاولين العرب هي مباراة في الأسبوع الثامن، لسه بدري جدا. أنا شفت المشهد ده قبل كده في 2014 2015، قلت لكم إحساسي ما بيكذبش يا جماعة من أول الموسم ما بدأ. 2014 2015 يتكرر من جديد. أمين عمر، أمين عمر ال 90 دقيقة مش هتلاقي غلطات، خد مني تمام، مش هتلاقي غلطات خالص، الحاجات المؤثرة، الحاجات اللي هي عادية يعني مش هتلاقي بيحسبها يعني عادي يعني مش غلطات مش قوي، لكن الحاجات اللي هي فيها في الصميم في الصميم يعني هتلاقي الدنيا ايه، لا اختلفت خالص يعني. امين عمر النهارده هو حسن السندبيسي تمام حكمه او حسبه ركله جزاء. انا شايف انها مش ركله جزاء خالص. في كتير يقول انها ركله جزاء، او في ناس تقول انها ركله جزاء. انا في شرحي او اللي فهمته وتعلمته ان في التحكيم عشان تحسب لمسه يد داخل منطقه الجزاء لازم ايدك تكون كبرت جسمك او خدت مساحه كبيره من, مساحة. من 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 الملعب. اوكي بتعامل كده مثلا او عامل كده وبمنع كمان. اوكي او المسافه ما بينك ما بينك وما بين الخصم تسمح لك ان انت تلم ايدك ما تفردهاش. ده لم يكن متوافر في الكورتين. في الكورتين الراجل مساحه ايده يعني عاديه جدا، عاديه مش عاليه قوي ولا حاجه، وهو بيلعب على الثانيه مش بيلعب على الاولى عشان الناس ممكن تكون واخده بالك. هو الراجل بتاع فرقه الزمالك هو بيحط دماغه اكيد ايده جنبه كده. حتى المسافه قصيره ما فيش يعني، وهي اللي خدتها نص يارده طبعا يعني، هي اللي خدت ايده فحسبها هو الراجل. ضرب الجزاء ماشي يا عم امين، ماشي يا عم امين ما فيش مشكله. السندبيسي على فكره هو اللي حسب دي. خش على الثانيه بقى، الثانيه دي ضرب الجزاء واضحه من جوه، الاولى تتحسب والتانية ما تتحسبش. انت عارف يعني انا مش يعني الموضوع مش كده والله، الموضوع باختصار شديد جدا. انا لما حييت محمد الصباحي اصل انا عارف كويس قوي، عارف كويس جدا جدا ايه اللي بيحصل. انت في اواخر الوقت او اواخر ال 90 دقيقه والنتيجه قريبه ولا حاجه، الحاجات دي ما بتحسبش على الزمالك خالص. انت اتفرجت على اللقاء يا كابتن؟ شفته. كلمه وبعدين نتكلم عليه وبعدين نتكلم بقى في انا الموضوع. انا شايف ان اللعبه الاولانيه يا كابتن سيد مش ضرب جزاء على المقاولين، لان بعض الاقاويل قالت انه زق واخد بالك، وبعض الثاني قال لك لمسه يد. انا شايف ان يعني الوضع التشريحي بالنسبه للمدافع ان هو ولا زق واخد بالك وما اعترضش الكوره بايده. لا ما هو السندريسي قال انها باليد. يعني هو يمكن الحكم الخامس اللي قال له شاور باليد وقال له قال له بالايد يعني واخد بالك. فانا شايف ان ضرب الجزاء يعني فيها شكوك بشكل كبير جدا ان مش ضرب الجزاء. طيب اما اللقطه الثانيه اللي كانت واضحه قوي
ان دي ضربه جزاء على الزمالك اهي. ده خلي بالك يعني ده ابو يعني ده ابو الفتوح ابو الفتوح دخل المنطقه فتوح وبعدين أحمد ايده فتوح. كمان أحمد ايده فتوح. ايده احمد فتوح انا عايز اقول لك رده فعله كمان بعد ما الكره دي جت في ايده تعرف قايم بيقول لامين عمر ايه بيشاور بيقول له لا مفيش حاجه مفيش يعني هو متاكد ان هو هيحسبها متاكد ان ضربه جزاء بس الوقت خلاص الوقت ازف ما تخافش لا وهنا وقف الحكم مؤشرات اللاعب يعني السندبيسي بص يعني شايف الكرة كمان احسن من هي مش عندنا طبعا بس اللي يشوفها دي رساله ترجع لي يا سمير لو سمحت اللي عايز يعرف كويس جدا 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 انت هتحسب ولا مش هتحسب هاتوا افتحوا الكادر كده وافتحوا الكاميرا كده زي ما قلت شرحت في البدايه هتلاقوا امين عمر شايفها 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 والسندبيسي شايفها 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 لكن مش هتتحسب هو مش هيحسبها انا ما بتكلمش في حاجه وما بتخشش في ضمير حد يعني عشان ما حدش يكلمني يعني لكن انا متاكد كويس جدا انا متاكد كويس جدا جدا انها مش هتتحسب لان انا عارف كويس جدا كابتن امين عمر عارف كويس قوي في الحاجات دي سيد المشكله ان الحكام بتعمل يعني حساب التوقيت المباراه ممكن دي تتحسب لو هي بدري تدي فرصه للفرقه ان خلاص عندك 30 دقيقه 25 دقيقه شوط تقدر تشتغل وتعوض لكن التوقيت لا انا ما ببصش للتوقيت عندي انا ببص للعبه اللعبه ضربه جزاء خلاص احسب لو احنا بنقول الاولى مش ضربه جزاء خلاص يبقى الثانيه ما فيهاش حاجه لو انت حسبت الاولى احسب المسافه يبقى لازم الثانيه تتحسب على طول انا اختلف معاك والله انا اشوف ان الثانيه تتحسب ماليش علاقه هي ايه انا بتكلم على الوضع التشريحي والمنظر لمين مش فارقه معايا انا شايف ان الثانيه تتحسب بس انا بتكلم لو عايز عمر يعني بص للتوقيت ما بصش للعب التوقيت فاضل دقيقتين ثلاثه والدنيا فهو قال لك لا مشي اللعب طب رايك يا كابتن بلال بالعكس انا بشوف ان من قوه شخصيه الحكم اللي هي انه يحسب الحاجات الحاسمه في التوقيتات الصعبه جدا دي من قوه شخصيه الحكم يعني انا النهارده حكم ما ينفعش ان انا مثلا باقي دقيقه تمام وفي بنالتي قدامي وعشان الدنيا ما تتكش عليا ما احسبش لا بالعكس الحكم طبعا بقول لك الحكم جن عليه القوي الشخصيه لا المفروض في التوقيت الصعب القرارات الحاسمه يبقى عنده قرار وعنده قرار صائب كمان ما ينفعش ان انا بفوت او بعدي او عندي في الحته دي لا ما ينفعش ريال مدريد السنه اللي فاتت اتحسب له بنالتي في الثانيه الاخيره صعد بيه للنهائي انت فاكر؟ طبعا نهائي اوروبا طبعا طبعا هيطلع بره خالص طبعا صح يتحسب له بنالتي في الثانيه الاخيره وبنالتي في كلام كان في كلام هو ملوش علاقه الثانيه الاولى الثانيه الاخيره هو افكركم بحاجه بس افكركم بحاجه اعرض لي كره احمد علي تاني وقول لي ايه رايك فيها يا كابتن بلال شفتها بنالتي شوفها تاني السنه اللي فاتت بنالتي طبعا الموسم اللي فات كنت سايق السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت بس هي المشكله ان هو بيعتمدوا ان انت بتنسى مش هننسى انا عايزك هاتها بكل ما فيها وشوف كابتن امين عمر فين بص اقف فين يا باشا خد موقع يعني بص عالمي استراتيجي شايف يعني والنهارده موضوع لازم الناس كلها والنهارده خلي بالك كمان واخد مكان فكرة حاجة لا. هو تحركاته جيده جدا في جدا هو مش هتلاقيه هو هتلاقيه بص حركاته جيده جدا حركاته الناس بتضيع قرارات صفاره قطعت عشان قراراته الاخيره صفاره قطعت عشان اهم حاجه القرار الاخير يعني قريب من الكوره وتحركاته ممكن صح فيها 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 زاويه شايف فيها كل حاجه لكن القرار بقى مهم القرار شخصيه الحكم في القرار بقى ان هو لازم يدي ضربه جزاء بتاثر يا بلال الحاجات اللي زي كده طبعا بتاثر بشكل كبير انا النهارده بالك كابتن سيد دي بتضيع بطوله وبتمشي مدربين ويعني يعني يعني قرارات الحكام اللي بالشكل ده يمكن انا فاكر مدرب اللي اسمه نبي مشي بعد الاسبوع الرابع ممكن تمشي مدربين ممكن تمشي جهاز ممكن تجيب بطوله وتضيع بطوله صحيح تجيب بطوله وتضيع بطوله مش الموضوع مش موضوع بس انك تمشي لا انت ممكن فرقه تاخد بطوله ان هي تحسب لها ركله جزاء صحيحه وفرقه تضيع منها بطوله عشان تحسب عليها ركله جزاء خاطئه او ما تحسب لهاش ركله جزاء وضع طبيعي جدا يعني تخيل انت مثلا المباراه دي بتلعب مباراه زي كده كانت مثلا في مصرية والمقاولين هينزل مثلا يعني تمام وانت عندك ركله جزاء ما تحسبتش تقوم الدنيا ما تقعدش بالظبط وعشان كده في مشكله كبيره جدا في حته التحكيم في مصر السنه دي ان انت في قرارات خاطئه في اوقات حاسمه ما ينفعش انك تخطا فيها في مشكله كبيره جدا عشان كده يعني السنه دي ليه التحكيم في ازمه عشان شخصيه الحكام مش عشان بس يعني شخصيه الحكم يا اخي انت عارف لما قال له ايه انتشروا منتشرين كلهم انا وانت مع الزمالك مش هتنتشر منتشرين معكم كل الفرق عانت كل الفرق عانت هات لي يا عم الكاميرا هات لي اللي مش عارف كل الفرق عانت كلها عانت والله ما بهزر كلها عانت مش السنه دي بس يا كابتن سيد مش هتنتشروا قالوا انت كمان مش هتنتشروا كابتن سمير عثمان مساء الفل كابتن سمير مساء الفل عامل ايه مساء النور وبمسي على الكباتن الجمال اللي مع حضرتك كلهم في الاستوديو طيب كابتن سمير لازم تبقى فاتح التلفزيون وانت بتكلمنا
تمام؟ حاضر. علينا. حاضر. اوكي؟ اوكي. شاهدت اللقاء النهارده، اللقاء الثاني، اللقاء الاول هناخده بعد شويه ان شاء الله الرحمن، اللي هو حرس الحدود ونجوم اف سي، لكن بنتكلم على اللقاء الثاني، ولقاء المقاولين والزمالك. من وجهه نظرك ضربه جزاء اللي احتسبت للزمالك في الدقيقه 6 وضربه جزاء اللي لم تحتسب للمقاولين عرب في الدقيقه 87. انا هتكلم ككوره وكحكم كوره، لو انا طبعا المباراه دي ده يمكن ضربه الجزاء الاولانيه اللي اتحسبت لنادي الزمالك دي تتحسب. تمام، احنا عندنا اهم حاجه عنصر التعمد، عنصر التعمد ده مش موجود خالص، ده رقم واحد. رقم اثنين والمهم المسافه، في ناس يا كابتن ازاي تحسبوا المسافه اول ما اللعيب بتاع الزمالك الاولاني بيعمل الكره اللي هو حمدي النجاز، لكن هي بتلعب على الثانيه بقى، بتلعب على الثانيه انت هو عليك على الثانيه، اللي هو المهاجم اللي في قلب المدافع. تمام، المدافع اللي في قلب بتلعب على دي يا كابتن، بتلعب على دي حضرتك. طبعا لا يمكن يلحق يشيل ايده، ليه؟ بسبب بسيط، هو اصلا مش شايفه، لان هم من الطبيعي ان اللعيب المهاجم يلعب الكوره صح. تمام، لعيب المهاجم ما لعبش الكوره، فجت كوره فجائيه للعيب لعيب المقاولين، شفته هو ايده اصلا ده تلاقيه راسه كمان فوق، كوره جت في ايده، دي كوره فجائيه ما يلحقش يشيلها لسبب بسيط هو مش متوقع. علاوه بقى، علاوه الكوره جايه، الكوره جايه في اتجاه ايده، خلي بالك من الكلمه انا بقولها يا كابتن سعيد، الكرة جاية في اتجاه ايده، في فرق ايديا انا تروح للكرة يبقى ده كده تعمد. لو الكرة جت في ايديا ومسافة قليلة ما فيهاش أي نوع من أنواع التعمد ولا تسمح لي ولا تسعف لي إني أقدر أشيل ايديا. فأنا وجهة نظري أنا طبعًا اللعبة دي بلاي أون، وقد يكون الحكم الخامس بنسبة كبيرة حسن السنديسي طبعًا هو اللي حسبها. طب السنديسي حسب الأولى، الثانية من وجهة نظرك شفت الكرة الثانية بتاعت المقاولين في الدقيقة 87؟ أنا شفتها طبعًا. إيه؟ تمام؟ لا الكرة دي قريبة جدا من أمين عمر، مش محتاجة حسن، مش محتاجة حسن السنديسي. ليه؟ لأن دي لو تبصيت على أمين عمر هتلاقي من حوالي 4-5 يارد المسافة قريبة. تمام؟ لو هتحسب بنفس المعيار يبقى دي اللي تتحسب. دي اللي تتحسب، دي اللي تتحسب مش الأولى. طيب بنفس المعيار، بنفس المعيار دي اللي تتحسب. حضرتك قدامك تلفزيون مظبوط؟ مظبوط. شايف. طيب اديني وضع التشريحي والتمركز الفوق الممتاز، الفوق الممتاز لأمين عمر وحسن السندبيسي. لا دي بتاعت أمين. لا استنى بس، شوف هنا، بص هنا، لو انت قدامك التلفزيون وبتتفرج علينا مظبوط؟ انا قدامي. شايف. بص حضرتك شايفها يا كابتن سمير؟ شايفها يا كابتن. بص ده حسن السندبيسي اللي كان متحمس جدا في الاحتساب الاولى. يعني ثقة في النفس منتهية فظيعة. التانية بقى، بص كابتن أمين عمر فين؟ وهو بقى ده مفيش واحد تمام قدام كابتن أمين عمر. انت إلا خيال أمين عمر بس. أنت عارف الكرة دي توصلنا النتيجة يا كابتن؟ إن اللي حسب ضربة الجزاء الأولانية حسن السندسي مش أمين عمر. لأن واضح تقدير أمين عمر في الكور اللي دي ما يحسبهاش. طيب ده تقدير أمين عمر، حضرتك قدام التلفزيون، بص الاثنين شايفينها يعني، وأنت بتقول يعني تحليلك. لأن أمين أقرب. حضرتك قدام التلفزيون، اعرض لي يا عم كرة أحمد علي سمير، أنت قدام التلفزيون ها؟ أنا قصاد التلفزيون. ماشي يا أبو الكباتن، اتفرج يا أبو الكباتن. ماشي. كابتن سمير أنت معايا؟ السنة اللي فاتت يا كابتن. ضربة جزاء. الوضع يا كابتن أمين عمر فين؟ موجود ولا عالمي. مش موجود؟ عالمي رائع. يشوفها ولا ما يشوفهاش؟ كمل. إيه؟ لازم يشوفها، في دفع خلاص بجسمه الشمال، بإيده الشمال. هات وضع أمين عمر واقف عنده يا سمير. أقف هنا يا حبيبي، أقف هنا. يعني لو ترجع ثانية بس عشان الدفع يكون تم يعني. ممكن من الأول. بس كده. اتفضل يا ابو كباتن. طب انا همشي معاك، انا همشي مع حضرتك ان الثانيه اللي هي بتاعت السنه دي ما اتحسبتش، ونوفمبر السنه اللي فاتت ما اتحسبتش، ونوفمبر السنه دي ما اتحسبش. هو نوفمبر عند كابتن امين عمر ما بيجيش 28 ابدا، كله 30 يعني، او اسف فبراير عند كابتن امين عمر كله 30، كله 30. انت عايز تخش الجنه. يا اخي ما ينفعش كده يا اخي. كابتن امين عمر، يا كابتن امين الحكم، الحكم خلي بالك الحكم الاضافي برضه واضحه برضه بالنسبه له هو امين. في الحكم الاضافي برضه مركز برضه على على الحدث نفسه كمان، بس طبعا ده هنا وضع كويس قوي لامين انه ممكن. وبص الخامس برضه، ما انا قلت لحضرتك الخامس يعني مركز قوي على الكوره بصراحه، الكوره دي وما تحسبتش يا كابتن. طبعا هي تعرف المشكله في ايه يا كابتن
بص تعال لي يا سمير لو سمحت، المشكله في ايه؟ بس المشكله ان الحكام بتتخيل ان المواقف دي بتعدي كده، يعني ما فيش حد هيفتكر حاجه يا عم، يعني احنا بننسى بسرعه وبنتكلم بسرعه وبنضيع بسرعه وما فيش مشكله. كابتن امين عمر انا حافظ كويس جدا التواريخ، حافظ كويس جدا وحافظ ماتش الاهلي وانبي، ثلاثه ضربات جزاء للاهلي ما اتحسبوش، وحاسب كويس جدا جدا السنه دي. وانا بقول لك انت كنت صح على فكره، بس عشان الناس تبقى واخده علينا الكلام بتاعنا، انت حاسب على الاهلي ضربه جزاء صحيحه 100% في مباراه مصر المقاصه، وكانت النتيجه 2-1 لمصر المقاصه، وكانت الكره مشتركه ما بين شريف اكرامي وانطوي، وهو في وضع تشريحي ما يسمحلوش انه يشوفها، هو خدها بالاحساس بخبرته، حسها وحسبها، والنتيجه كانت 2-1 وهي صحيحه صح، ما بلموش فيها. لكن مش ممكن ابدا الصدف دي، يعني محمد الحنفي 6 ضربات جزاء في موسمين ما يتحسبوش، امين عمر 3 ضربات جزاء في موسمين ما يتحسبوش، يعني انا مش قادر، يعني يمكن الاحصائيات دي حافظها، يعني يمكن حافظها، انا هجيبها لك، انت هتبقى معايا هنا ده ولا بالكمبيوتر، انا هقول لك بس، انا يعني اعتبروها لحظه صمت، ما بهزرش وحياة ربنا عشان الدنيا تتصلح. اوعى في يوم من الايام تفتكر ان سكوت الناس ده معناه ان هم مش واخدين بالهم، ده ممكن سكوتك انت مهتم بنفسك وخلاص، يعني فهي لحظه صمت بقى، دي احداث كده تقف كده وتبقى دي احداث، ما في، اعمل اللي انت عايزه، لكن في النهايه لا تستقيم الامور بهذه الطريقه، لا تستقيم يا كابتن سمير. بص يا كابتن اتفضل. انا طب استنى بس قبل ما اسيبك، بس معلش قبل ما تقول لي، بص هوريك لقطه كده وقول لي قرارك التقديري او التاديبي او الاداري في لقطه زي ديت. اتفضل يا كابتن سمير عكاشه، اتفضل طارق حامد. معايا يا كابتن سمير؟ انا معاك كابتن. ماشي اتفضل يا كابتن. بسرعة الترين. حسن السندبيسي وقلنا ماشي، امين عمر وقلنا معلش، طب والحكم الرابع؟ خلي بالك هنا، ما تزعلش مني هنا، الحكم الرابع هيعمل ايه؟ لان دي باينه للحكم. يعني الحكم الرابع خلاص شاف المشكله، الحكم الرابع معاهوش كروت. صدق بالله. اللي معاه الكروت هو الحكم. صدق بالله. دي طبعا انذار. صدق واضح. قول لا اله الا الله بس. لا اله الا الله. ده ما ادالوش انذار في دي. خالص. بص بقى، انا عاوز اقول لك حاجه كابتن سيد بعد اذنك، واعتقد كابتن ماهر وكابتن اسامه وكابتن بلال هيتفقوا معايا. كره زي دي اما تدي انذار لطارق حامد انت بتحميه من مشكله ممكن تحدث بعد 3-4 ثواني. طبعا شيء طبيعي، بتوع المقاولين مش هيسيبوا زميلهم يعمل كده. طبعا ده انذار للاعتراض وما اداش حاجه على دي. بقول لك يا كابتن سمير، نعم انت متوضي؟ خش الجنة. الحق الترويح يا سمير. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا حبيبي. يا بالليل. شكرا حبيبي. طيب خدنا الموضوع. لا نسمع فنيا بقى. بلال رايك الفني ولا حابب تقول حاجه فنيه؟ مبسوط انت؟ متمزج بصراحه. ولا مفيش حاجه فنيه تتقال ولا ايه؟ لا بص، يعني شوف هتفضل المشاكل قائمه. بلال مفيش اخطاء بلال. بلال انا هقطع فيه بس واسيبك تكمل الموضوع. الموضوع مش موضوع اخطاء يا بلال. الموضوع موضوع حسابات. يا سيدي طلع الحسابات. انا بقول ده، انا قلت لمحمد الصباحي لو الكره دي على الاهلي في الدقيقه 95 او 97 احسبها. وقلت هنا امين عمر، سوري اسف، محمد الشناوي في مباراه الانتاج مش قلنا كده؟ قلنا يستحق طرده، يطرد. واشدنا بمحمد الصباحي واشدنا بجهاد جريشه. لكن انتوا كمان يعني الامر ما يبقاش كده، ما يبقاش بالشكل. ما ينفعش واحد في المقاولين العرب يعترض على كوره تدي له انذار، والنهارده بالشكل ده ما تديلوش اي حاجه خالص. اتفضل يا بلال. صح، هي بقول لك هتفضل المشاكل قائمه يا كابتن سيد، طول ما زي ما انت بتقول كده، طول ما في مكاييل في المواضيع، طول ما في حسابات في المواضيع، هتفضل المشاكل قائمه، وهتفضل التحكيم عنده نقطه ضعف كبيره جدا. يعني احنا النهارده مشكله الكوره في مصر كلها اصبحت التحكيم. يعني مش الملاعب، مش الجمهور، خلاص مش الاداء الفني. مش الاداء الفني، لكن النهارده مشكله الكره في مصر النهارده ما فيش مدرب. يعني كنا لسه المقاولين بيلعب مباراه الاسبوع اللي فات، كان لسه كابتن علاء برضو بيشتكي من الاداء التحكيمي داخل الملعب، وان هو في قرارات اداريه ما اتحسبتش، وان في انذارات وفي كروت حمراء وفي اهداف اتسجلت وفي لقطات ما اتحسبتش اوفسايدات، حاجات كتيره جدا. النهارده يا جماعه احنا فين من التحكيم الافريقي؟ التحكيم الافريقي بقى بعيد عنا تماما تماما تماما. النهارده بنتفرج، يعني امبارح بنتفرج على مباراه الاهلي، يعني الحكم رائع جدا،
رائع جدا. لا ده احسن حاجه أسأل، هو بس في ماتش الوداد السنه اللي فاتت كان موجه، لكن هو حلو ماشي، لكن احنا بنتكلم في العموم. امبارح الحكم رائع جدا صح. في قراراته اللاين مان رائع جدا جدا في قراراته، الحاجات التسللات اللي بيحسبها نار. طب احنا فين من الحتة دي؟ فين من الاماكن دي؟ هل كل هل الحكام كمان ما بيبصوش لنفسهم؟ هل انا مش ممكن ابقى محتاج اكون حكم دوله يا كابتن؟ عايز احكم كاس العالم، عايز احكم نهائي افريقيا يا جماعه. احنا بقى لنا كتير جدا ما عندناش حكام بيحكموا في نهائي افريقيا، بقى لنا كتير جدا ما عندناش حكام بيحكموا في كاس العالم كتير جدا. وانت بتتكلم في مصر، بتتكلم في افضل دوري في المنطقه في افريقيا كلها، بتتكلم في افضل لعيبه، في اكتر ميزانيه للدوري العام، في اكتر انديه عندها فلوس. طب كل ده ومع ذلك عندك مشاكل كبيره جدا في التحكيم. هل الدوريات الافريقيه اسامه مثلا كابتن سيد كابتن ماهر، هل الدوريات الافريقيه فيها يخرج منها حكام افضل من الدوريات من الدوري المصري؟ لا طبعا. دي حاجه خد بالك، ده علامه استفهام كبيره جدا. صحيح. انك يبقى عندك دوري بالقيمه الكبيره دي التسخيه دي وما عندكش حكام، للاسف في افريقيا حكام افضل منك. استعدت السنه دي يا بلال، الفرق كلها استعدت من تدعيم لاعبين ومدربين وعايز تطور المنظومه، لكن للاسف ما اهتموش بالتحكيم. وبعدين اضعف حاجه السنه دي يا كابتن ماهر هو الاهتمام بالتحكيم. بالظبط. احنا السنه دي ما فيش يعني اتلعب الاسبوع السابع ولا الثامن، ما فيش اسبوع عدى او مباراه عدت ما فيهاش مشاكل او اخطاء. صحيح. طيب وبعدين هقول لك حاجه كمان يا كابتن سيد، الدنيا اتطورت، يعني العامل البدني بالنسبه للحكم بقى قريب من كل كوره. زمان كنا بنقول يعني العامل البدني الحكم يمكن زاد في الوزن شويه، ما بيقدرش يوصل لنص الملعب، ما بقاش قريب. لكن انت النهارده العامل البدني الحكم بقى في كل كوره قريب منها. يعني النهارده احنا شايفين الثلاث حكام اللاين مان وامين عمر والراجل حتى الخامس اللي بره قريبين من اللعبه. وبعدين مين بياخد النادي الاهلي يطالب بالفار؟ يعني مين النهارده لو في عندك فار اذا حاجه بدون قطع كلامك، لو في فار النهارده و بالظبط كده عمر طلع النهارده والمقاولين قال لك عايز اشوف اللعبه دي احسبها ده ركله جزاء واخطاء تانية زي ما اسامه بيقول والتقنيه العاليه اللي بيقول. لا انا بقول لك النهارده لو لو حتى هو يعني عايز يرجع للعبه تاني هيشوفها يحتسب. اوكي ماشي. اللي يقول لك اتفرجت على الزمالك والمقاولين قول لك انا متوضي، اللي يقول لك اتفرجت على الزمالك والمقاولين قول لي انا متوضي مش عايز اغلط. نروح فاصل وبعدين نكمل مباراه حرس الحدود ونجوم الفسي، وبعدين الجزء الاخير هنتكلم في استعداد الاهلي للبطوله العربيه وبطوله افريقيا. بتيجي لقطات كده تبين ايه اللي جواك، المعدن او النيه اللي جواك. يعني ممكن تلاقي امين عمر 90 دقيقه زي الفل، ولقطه كده تبين اللي جواه. امين عمر ادار 14 مباراه للزمالك في مدار تاريخه كله، تاريخ امين عمر طبعا، 11 مكسب و3 تعادل في كل ضربات الجزاء اللي انتوا شفتوها دي كلها. اوكي كابتن ماهر، في لقاء النهارده تاني كمان طارق العشري، اولى يعني مباريات قدام نجوم اف سي، بيكسب النجوم 1-0 وشنا حلو عليه يعني، فاستعد انت كمان. سندوتشات البطاطس عاملين شغل. سندوتشات البطاطس انا قلت كده مره، ام مصطفى كان بتعمل سندوتشات البطاطس رائعه. بيطلع في الفاصل لازم الكابتن ياخد سندوتشات البطاطس. عارف ان كابتن حلو ترام مرشح بقوه ان لم يكن القرار اتاخد دلوقتي ان هو يمسك الاتحاد السكندري، وانباء عن التولي كمان كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره في الاتحاد، الاثنين على مستوى عالي جدا طبعا من الكفاءه والفنيات. يعني كل الدعم ليكم وكل ان شاء الله الرحمن باذن الله التوفيق ليكم كابتن حلمي طولان وكابتن وليد صلاح لو تم اسناده لمدير الكره في الاتحاد السكندري. المباراه كان محتاجها قوي، حرس الحدود كسب 1-0، توقيت الجول كان مهم جدا، طرد كمان باك ليفت لهجوم اف سي كان مؤثر جدا. اتفضل يا كابتن. هو طبعا بنبارك طبعا لطارق العشري رجوعه بقى مكانه، يعني احنا فقدناه هنا يمكن في ملعب الاهلي، لكن وش طبعا ملعب الاهلي حلو على طارق، عدته تاني مره للتدريب، ودي المهنه اللي هو يعني بيلاقي فيها امكانيات واللي ربنا مديله موهبه من خلالها. يعني نتمنى طبعا للكابتن حلمي طولان هو كمان ان ربنا يوفقه اذا كان ترشيح له لاداره نادي الاتحاد مع وليد صلاح طبعا ابننا، يعني وليد من ال الاداريين المميزين اللي اكتسبوا خبرات كثيره جدا وخصوصا نادي الاتحاد. يعني هو يمكن تولى المنصب ده اكتر من مره كمدير كوره وعمل نجاحات مع نادي الاتحاد، يمكن مع الكابتن مختار بالذات، مختار
فنتمنى لهم التوفيق يعني. النهارده كانت مباراه مهمه جدا يا كابتن سيد، فنيا كان يهم حرس الحدود انه يكسب اللقاء. الكابتن طارق العاشي تولى المهمه بعد رحيل الكابتن عماد سليمان. الحاجه الجميله ان الجهاز كله الفني والاداري اشاد بالكابتن عماد سليمان في الفتره اللي تولى فيها مهمه حرس الحدود، لكن احنا عارفين البدلق التوفيق وعدم التوفيق يمكن ما كانش في صالح الكابتن. طبعا في توفيق صراحه توفيق وهادي ونفسه كويس ومحترم. النهارده بيشيدوا بيه، دي حاجه كويسه في مناخنا في كره القدم انك انت بتسلم الرايه او تستلم الرايه من مدير فني قبلك وبتقول كلمتين في حقه. فطبعا بنحيي يمكن الجهاز الفني بقياده طارق العشري. طارق العش يا كابتن سيد ابن المكان، ابن حرس الحدود. صحيح. فهو اتكلم كلام كويس، سهل الحاجات دي في طبعا سهله جدا. وهو قال لك ان انا ده بيتي، هو اللي يمكن اللي عملني حرس الحدود. ما حدش عرف طارق العش في التدريب الا من خلال حرس الحدود. يمكن حتى يمكن الطريقه اللي اضافها بدايه 4-4-2 يمكن كانت عن طريق طارق العشري. النهارده طارق لعب جيم 90 دقيقه يا كابتن سيد، اجهد بشكل كبير جدا فنيا، لكن عايز اقول لك ان معنويا اشتغل الثلاث اربع ايام اللي تولى فيهم المهمه، ان هو ازاي معنويا يرفع روح اللعيبه في خلال هذا اللقاء. والدوافع اللي كانت من خلال حرس الحدود انه طلب منهم المباراه دي مش بثلاث نقاط، المباراه دي بست نقاط. لما يبقى في الجدول كده كابتن سيد الفرق اللي زيك خصوصا اللي بتنافس على الهبوط مهم جدا انك انت تبعدها. تساوى النهارده مع يعني تبعدها بشكل كبير. تساوى مع ايه؟ تساوى النهارده تساوى النهارده بست نقاط. لو هتبص كده هتلاقي ان النجوم لعب 8 مباريات، حتى كمان مشتركين في عدد المباريات اللي لعبوها. في الفوز ده يمكن فاز مره، وحرس الحدود فاز مره، حتى في التعادلات على الزمالك خلي بالك. صح، التعادلات يمكن نجوم بس على الزمالك بس. التعادلات 3-3، يمكن لهم الاهداف 5 وده لهم الاهداف 5. يمكن النجوم دخل مرماه 10، حرس الحدود دخل مرماه يمكن 11 اكتر. النقاط 6 نقاط، لكن عايز اقول لك ان المباراه ساعدت حرس الحدود بطرد اللاعب الافريقي مايكل للنجوم، خلى طارق العشري يبدا يدفع بعض الاوراق ويبدا يضغط على النجوم في خلال نص ملعبه، على اساس ان الكثافه العدديه انه يزود الكثافه العدديه داخل ال 18 لحد ما وصل للاختراق من العمق عن طريق المهاجم النيجيري. اتلعبت كره بينيه بشكل كبير جدا، قدر يخترق دفاع النجوم ويسجل هدف من اجمل الاهداف اللي موجوده هذا الاسبوع. طيب كابتن بلال، النجوم ايه اللي حصل له؟ يعني تبقى محتاج ان انت تكسب ماتش، تتعامل فنيا معنويا نفسيا، وخصوصا انت طالع من تحت بتكسب فرقه كبيره زي الزمالك، بتتعادل مع فرقه كبيره زي الاسماعيلي، ترجع تاني 70 خطوه لورا تخسر من وادي دجله وبتخسر من حرس الحدود. وعايز اقول لك كمان انت لما بتخسر من حد قريب منك في الجدول بتبقى مشكله، طبعا مشكله كبيره، خساره بستة بوينت مش 3 بوينت حتى في الترتيب بعد كده. لما تيجي تتساوى ولا حاجه بيخص اللقاءات المباشره. صح مظبوط. اتفضل. بص شوف، فرقه النجوم من بدايه الدوري هي فرقه الروح القتاليه العاليه في المباريات الكبيره فقط يا كابتن سيد. تمام. يعني انا من وجهه نظري ان هي فرقه، يعني انت دايما في حاجه اسمها هويه الفريق داخل الملعب. تمام. ستايل الفرقه داخل الملعب، لازم يكون لك ستايل داخل الملعب وانت بتلعب مع الفرقه الكبيره وانت بتلعب مع الفرقه الصغيره وانت حتى بتلعب مع الفرقه المتوسطه. كل فرقه لازم يبقى ليها ستايل في الملعب. يعني احنا النهارده واحنا بنتفرج على فرقه النجوم ما عندهمش ستايل في اللعب، ما عندهمش هويه داخل المباراه. النهارده ممكن الفرق، بعض الفرق يا كابتن بتقفل بشكل كويس جدا وبتلعب على الهجمات المرتده السريع. في بعض الفرق لا، هي بتمتلك او بتلعب على الاستحواذ وبتقدر توصل باكثر من باصه، بيسموها يعني الاندايركت اتاك، انك تستحوذ وتوصل من اطراف الملعب، توصل بثرو باس. لكن النهارده النجوم لا، مالوش هويه في الملعب النهارده. النهارده فرقه بتدافع وقت ما الكره بتتقطع منها، تمام، وبتهاجم، بتحاول ان هي تهاجم، تعتمد على المهارات الفرديه عند اللعيبه فقط لا غير، لكن مفيش جمل محفوظه النهارده على عكس حرس الحدود. النهارده حرس الحدود النهارده لا، فرقه بتستحوذ، بتلعب، عاملين انتشار جيد جدا، لو الكره بتبقى معاهم بيلعبوا على اطراف الملعب، عارفين ان في مشاكل كبيره جدا وقافه الكره المصريه في الكرات العرضيه. انا بتكلم عن الحاجات في الحالات الهجوميه، انت بتلعب الكرات العرضيه فعندك مشاكل كبيره جدا عند كل المدافعين المصريين، يعني باستثناء مثلا فرقه او فرقتين في الدوري المصري ومنهم النادي الاهلي ما عندوش مشكله في الكرات العرضيه لان التمركز بيبقى جيد. التمركز بتاع فرقه النجوم النهارده سيء جدا. النهارده كان ممكن الحرس في الشوط الاول يسجل له فرصتين ثلاثه محققين اهداف، يمكن ما كانش في توفيق الشوط الاول، التوفيق جه الشوط الثاني، بس جه نتيجه الاستحواذ
جه نتيجه الضغط، جه نتيجه الاداء الجيد، المهارات الفرديه العاليه، اكتر من فرصه النهارده لفرقه الحرس كان ممكن يسجل له اهداف، مع ان مستوى اللياقه البدنيه بالفرقتين تقريبا واحد. الحرس برده الشوط الثاني كان اجهد بشكل كبير، واضح ان هم ما كانوش مستعدين للقيام قبل المباراه، برده النجوم نفس الموضوع. نقول الو ماشي كابتن طارق. يا كابتن طارق مساء الفل ومساء البطاطس. مبروك يا كابتن. وحشتوني والبطاطس وحشتني اكتر. شفت بس يا كابتن طارق. مبروك يا كابتن طارق. بطاطس تكسب على طول. مبروك يا ابو الكباتن. الله يبارك فيك. تحياتي ليك كابتن سيد، كابتن ماهر، كابتن طارق. مبروك اسامه. يعني فوز كنت محتاجه انت قوي في البدايات طبعا، وخصوصا في وضع الفرقه، يعني مش بدايتك انت بس، كمان بعد رجوع. هو مش بدايتك انت اساسا من الناس اللي لها عامله الفرقه او متاسسه مع الفرقه، لكن وضع الفرقه في الجدول بالذات، وبتلعب فرقه يعني بتتساوى معاك في الترتيب او قريبه منك في الترتيب، فكان بيبقى الاحتياج للفوز ده مهم جدا يا كابتن طارق. مش شك يعني مكتوب عليا اسيب الحرس في الاول استلم الاخير. لا ده انا عايز اقول لك على حاجه، معلش يعني ممكن انت تبقى عارف المعلومه دي او اكيد يعني، بس بذكرك بيها. انت عارف يا كابتن طارق العشري كان من اكتر المديرين الفنيين اللي حققوا انتصارات متتاليه، وصل للرقم 11. فوز متتالي 11 ولا 13؟ 13 فوز مصطفى واحد سندوتش زياده. فوز اللي هو السنه اللي اتلغى فيها الدوري. السنه اللي اتلغى فيها الدوري، فوصل لعدد رهيب جدا من اللقاءات، لكن ما حدش طبعا انت عارف يعني لازم يبقى عندك يعني لوبي اعلامي حلو قوي عشان يبين درجاتك. اتفضل يا كابتن طارق. انا بشكرك طبعا، وانت وحشتوني جدا جدا، ويعني الحمد لله النهارده زي ما انت قلت فوز مهم جدا، نظرا طبعا خاصه مع الفريق ست نقاط. ان الحته دي متشابكه ومحتاجين ان داخليه فاز قبل وادي دجله، انت محتاج انك تكون مقرب من الناس دي عشان الامور ما تبقاش واسعه، خاصه الولاد انا استلمتهم في نتائج سلبيه مع كابتن حماد اللي الراجل اجتهد معاهم بشكل كبير جدا جدا، ما كانش موفق يعني كويس يعني. لكن التوفيق مش كانش لصاحبه بشكل كبير. النهارده كنت يعني خلال يومين اللي فاتوا ركزنا على العوامل النفسيه واهميه الفوز، لان الفوز ده مهم جدا يعني خاصه على ملعبنا، وتحقيقه هيخلينا نقرب ويدينا دفعه نبني عليها في القادم، لان القادم صعب كابتن بشكل كبير جدا. طيب الشكل الفكري محتاج يعني وقفه كبيره جدا. وقفه تنظيميه، انتوا اساس التنظيم اساسا، لكن وقفه في التدعيم تقصد؟ في الاثنين. ان هيتم بشكل كبير جدا محتاجينهم، وده اللي هنشتغل عليه في خلال الفتره اللي جايه، ويمكن بس عامل الوقت ضاغط علينا لحد يناير. في ست تدعيمات في اللائحه، هنحاول بقدر الامكان ندعم بصفقات جيده تستطيع ان هي تاثر بالايجاب في مسيره الفريق. مش عايز اجهدك، واضح على صوتك. كل التوفيق ليك يا كابتن طارق، شكرا جزيلا لحضرتك للمداخله، وباذن الله انت قدها وقدود، وزي ما انا قلت واحد من الناس اللي بتحقق ارقام هايله جدا. اتفضل يا كابتن باهي. فاكمل كلامي يا كابتن سيد. زي ما اقول لك، حتى النهارده كابتن طارق العشري كان حتى التعليمات بتاعته داخل المباراه انك انت استحوذ، دور الكوره يعني من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، ودي طريقه مدير فني ان هو عايز يشتغل، ان هو عايز يمتلك الكوره اكبر قدر من الامكان. فرقه النجوم ساعدته بشكل كبير، ان هم برضه فرقه ما بتضغطش، انت مغلوب ما بتضغطش على الفرقه اللي قدامك، يعني منتظر ان هم الكره تتقطع منهم عشان تبتدي تتحول انت. النهارده كان مميز جدا في الحته الدفاعيه الشوط الثاني، خاصه هو رجع عشان ما يديش مساحات كبيره ما بين المدافعين وما بين حارس المرمى. دايما في الشوط الثاني الفرقه لما بتكون مغلوبه بتحاول انها تعمل الكرات الطويله، بيبقى في مسافات يعني في سباق سرعه ما بين المدافع وما بين المهاجم. هو عمل الحته دي بشكل جيد جدا، خلى اللعيبه بتاعته المدافعين الاربعه اللي موجودين في خط الدفاع ان هم يتاخروا بشكل كبير عشان المسافه ما بين الحارس وما بين المدافعين تبقى صغيره، عشان كده قدر ان هو يقفل بشكل كويس الشوط الثاني. هو كان واضح السياسه بتاعته او الفكر بتاعه ان هو لما يسجل هدف يبتدي يعمل الحته الدفاعيه بشكل جيد، وقدر النهارده يشتغل عليها كويس قوي. لكن النجوم طبعا ساعدتهم بشكل كبير جدا، النهارده الانتشار سيء جدا في الملعب، الضغط سيء جدا في الملعب، الرغبه كمان في انك ترجع في المباراه ما كانتش موجوده النهارده في لعيبه النجوم. طيب. فالمباراه كانت سيئه جدا للنجوم، ومباراه كانت جيده جدا للمباراه. طيب بعض الاوقات تاخد قرارات ممكن ما تبقاش صح بس ربنا يوفق، بس هي مش صح، وفي وقت تاني تاخد قرارات صح بس ربنا ما يكونش موفق، بس هي صح. انا اعتقد ان نجوم اف سي يعني ما فيش استقرار خالص خالص، ممكن ربنا يوفق في مباراه او اتنين،
لكن من اساس نجاح اي فرقه في الدنيا هي الحته الاستقراريه الفنيه والاداريه. الاستقرار الفني والاداري، بدانا او بدا نجوم الاف سي بمدير فني، وبعدين بقى كابتن ضياء السيد او كابتن محمد صلاح قبليه وكابتن ضياء السيد. كابتن ما بداش محمد صلاح الدوري نفسه، لكن كان هو اللي خاتم بيهم السنه اللي فاتت، اللي ابتدى الموسم معاهم فتره الاعداد كابتن ضياء والجهاز بتاعه. بعدين كابتن عماد السليمان نحاس لمده يوم او يومين ما تولاش يعني. كان لسه في مفاوضات، اللي تولى بعديها كان مدرب اسبالي كالدرون. لا كان الاول علاء حسب الله، وبعدين كالدرون، وبعدين مش كالدرون رجع علاء حسب الله. مستر محمد طويله اللي هو رئيس نجوم اف سي قال ان علاء حسب الله المدير الفني في الوقت الحالي هيرجع لمكانه الطبيعي اللي هو مدرب. اللي فرق مع النجوم بعد الفوز على نادي الزمالك، تعادل مع الاسماعيلي، كان في فتره توقف للمنتخب. الفتره دي المدير الفني سافر فيها، فدي اللي فرقت مع نادي النجوم. كان لازم الفتره دي المدير الفني يقعد في مصر، كان لسه داخل على فرقه جديد، ادار لقائين، لازم يقعد يتعرف على اللعيبه اكتر، يحفظهم طريقه اللعب بتاعته، يجهز كل اللعيبه المتاحه عنده. دي اللي فرقت. سافر لما رجع على مباراه المصري، فوز للمصري، كسب النجوم، كانت النتيجه 5-3. دي فرقت. بعدها رحيل المدير الفني الاسباني كالدرون، بعد كده النهارده النجوم بيخسر المباراه اللي فاتت وادي دجله، فالخساره بدات تجيب خساره. فزي انت بتقول يا كابتن سيد، طبعا الاستقرار الفني مهم طبعا. واحنا بنقول المصري اللي ميزه، او حتى الجونه اللي صاعد لسه السنه دي مع كابتن هشام زكريا، ان هو عارف الفرقه من السنه اللي فاتت وهم في الدرجه الثانيه، ففي الاستقرار الفني. الاستقرار الفني مهم جدا في الكوره، فده اللي ما كانش متوفر في فرقه النجوم. لكن برضو النهارده في عنصر مهم فني ساعد الفريق حرس الحدود، الرغبه من بدايه المباراه. حرس الحدود شكله هو اللي عايز يفوز، الرغبه عند اللعيبه والرغبه الموصله لكابتن طارق العش، اللعيبه بتتحس يا كابتن طبعا بتتحس. فاحنا حاسين بدايه اللقاء ان الحرس هو اللي بيسعى للفوز. النهارده الطرد، برضو طرد لاعب النجوم، ده فرق وساعد برضو لعيبه حرس الحدود بشكل كبير. كابتن طارق العش برضو ادار اللقاء يعني بذكاء. النهارده بعد ما احرز الهدف راح ساحب تمساح ونزل مصطفى طلعت، بدا يامن وسط الملعب. حرس الحدود مع الكابتن عماد سليمان كان بيأدي بشكل كويس، وكان بيقدم كره حلوه، وكانوا وصلوا للجول، وشفناهم برضو في مباراه الاهلي ادوا مباراه كبيره رغم انهم خسروا، لكن ما كانش عندهم عنصر التوفيق. عنصر التوفيق انه يكسب مباراه. النهارده مع مكسب مباراه واول مكسب لفريق حرس الحدود، هيبدا يدي الثقه للعيبه، يدي الثقه للجهاز، بدا يحطهم خطوه في ترتيب الجدول. هم 6 بونت لسه يعني متساويين مع كذا فرقه، لكن مع 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 النجوم وامبي طبعا. امبي في موضع غريب جدا طبعا، لكن دي خطوه مهمه جدا، خطوه مهمه. اتحاد 7 نقط. اوكي، هو لسه المشوار طويل طبعا، بس يعني كان دي الحرس كان محتاج بدايه الدوري فوز. استحق الحرس، استحق الحرس طبعا. الاستراتيجيه اللي اتبنت عليها النجوم، يمكن محمد طويله رئيس النادي اتكلم على ان انا يهمني جدا وجودي في الدوري ان انا اسوق اللعيبه، اغذي المنتخبات. بعد ما مكسبهم لنادي الزمالك وزي ما اسامه قال تعادلهم مع الاسماعيلي، اللغه اتغيرت. بقى في شيء بقى من الثقه، في شيء من الطمع ان انا اقدر ابقى موجود بشكل كبير. اختياراته حتى للتيم عناصر الخبره قليله جدا يا كابتن سيد، لعيب الوسط اللي موجودين قليلين، حتى الاعتماد على الناشئين اكتر من 7 لعيبه او 8 لعيبه موجودين في الفرقه ناشئين. فانت النهارده صعب جدا في تكوينك لفرقه انك انت تلعب بناشئين اكتر عدد، صعب انهم يتشالوا، واخد بالك؟ لازم يبقى عندك الثلاث مراحل دي، الخبره ويبقى الشباب. يمكن في كل الشباب والوسط والدم الجديد اللي هم ناشئين. العنصر الرابع بالنسبه لافارقه، انت عندك 3 لعيبه افارقه او 4 لعيبه افارقه ممكن تقدر تختارهم بشكل جيد، يعمل لك برضك مسانده بشكل كبير في الاستراتيجيه الفنيه. صلاح امين برضو النهارده ما شاركش. تغيير الاجهزه كمان مهم جدا، تغيير الاجهزه كابتن كمان كله عندك اثرت بشكل كبير جدا على الاستراتيجيه. طيب عشان عندي موضوعين لازم نتكلم فيهم طبعا، الاهلي واستعداد للبطوله العربيه ووفاء الصيف في نفس الوقت في الدور قبل نهائي الدوري ابطال افريقيا، وكمان اختيار احسن لاعب بكره ان شاء الله الرحمن. كل الدعم باذن الله والحب والتمني، ويا رب نفرح بكره بمحمد صلاح وتتويجه كاحسن لاعب
في العالم باذن الله. اقول لكم الجدول: الزمالك في المقدمه 17 نقطه، بيراميدز 15 نقطه، سموحه 13، مصر المقاصه 13، الانتاج الحربي 13، الجونه 12، الاهلي 11 بس له ثلاث مباريات، الاهلي، المصري البورسعيدي 9، الاسماعيلي 9، الداخليه 8، بتروجيت 8، طلائع الجيش 8، المقاولين العرب 7، الاتحاد 7، وام بي 6، والنجوم 6، نجوم اف سي وحرس الحدود، حرس الحدود 6، ووادي دجله 4. طيب الاهلي واستعداده للبطوله العربيه، والنجم اللبناني تعرف اللقاء الاول كان 0-0 يا كابتن، اوكي، فاستعداده ومواجهه النجم اللبناني كابتن سمير عادل بكره هيسافر ان شاء الله الرحمن لتنظيم الامور الاداريه سواء كان الاقامه او الملاعب. كمان كان في حافله او الاتوبيس الخاص بوفاء الصيف، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كل اللعيبه سليمه ما فيش مشكله، لكن يعني تعرض لحادث بشع، تخيل الشكل ده، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني اللعيبه وهم جايين من المطار، يعني اللعيبه ما كانتش في الاتوبيس الحمد لله رب العالمين، يعني الاتوبيس ده ولع بس اللعيبه كانت لسه ما ركبتوش، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، قدر الله طفيعي. نتكلم في البطوله العربيه يا كابتن. بص يا كابتن سعيد، اتقفل بقى ملف الافريقي والدوري العام استعدادا للبطوله العربيه، زي ما انت قلت ان مباراتنا كانت مباراه متوسطه المستوى فنيا مع النجم اللبناني، لكن خلال الفتره القادمه انا شايف بعد ما كسبنا الحريه النادي الاهلي بقى عنده يعني روح جميله جدا، اداء فني وبدني وتكتيكي على اعلى مستوى. تركيز الجهاز الفني ان احنا نكسب المباراه، مباراه العوده في لبنان، شفنا نجم اللبناني كمستوى الفني مش من الفرق اللي بردك ليها باع او ليها خبره بشكل كبير جدا حتى في اسيا، يمكن بالنسبه للانديه والمنتخبات مستوى متوسط المستوى الفني. الجانب الاداري بيكمل الجانب الفني بكابتن سمير عدلي انه يروح يشوف الفندق، الاقامه، صالات الاجتماعات، التغذيه، الملاعب اللي هيتمرن عليها النادي الاهلي، كل ديت مهم جدا، تنسيق لنجاح الجانب الفني لمستر كريتلون وكابتن محمد يوسف في وضع الخطه المناسبه اللي احنا نقدر نلعب بيها في هذه المباراه. والحمد لله رب العالمين احنا عندنا اتكلمنا يمكن في اكتر من 29 لعيب، يعني قدر الجهاز الفني يدورهم بشكل كبير خلال المباريات اللي فاتت، كل جاهز، حتى الاصابات اللي كانت موجوده وكانت تقلق جمهور النادي الاهلي او الشارع الاهلاوي، الحمد لله رب العالمين يمكن بعض اللعيبه زي محمد نجيب وسعد سمير ان شاء الله باذن الله يكتمل شفاهم، يمكن رامي كمان، نجيب لسه بدري، لسه يمكن نجيب عشان موضوع الغضروف اللي عمله هياخد فتره السوليه، كنا نتمنى كمان ممكن رامي يبقى موجود، مؤمن الحمد لله دخل رامي الفتره مش قبل يناير، يناير فترة عشان مش متأيد اصلا لسه رامي، يمكن شفنا مؤمن في المباراه السابقه، يمكن السوليه طبعا فقدناه في نص الملعب، لكن هشام بيقدر يقوم بالدور دوت في احسن حالاته هشام بصراحه، يعني فتقدر تقول ان خطوط النادي الاهلي اكتملت من حراسه المرمى خط الظهر لنص الملعب للمهاجمين، في ثبات في التشكيل بشكل جيد. الاداء في مباراه حريه بيرجعنا كده يمكن السنه اللي فاتت الدور الثاني، النادي الاهلي اللي بدا نص يعني بدايه الدور الثاني كانت تحس ان في كره سريعه من وان تاتش، الجمله التكتيكيه زادت، حتى الاجوال اللي كانت بنجيبها كانت كلها مكرره وشبه بعض بشكل جيد. النادي الاهلي بيتورث طول عمره التكتيك بتاعه، بيبدا من على الاطراف، تملي بيبدا اختراقات من الاطراف بشكل جيد، العمق كمان عنده من المهاره وعنده من الاختراقات على الدبل باص او ال 1 2 3، عنده كور ثابته وجمله تكتيكيه ثابته اللي بيقدر يلجا في خلالها لما يبقى في مباريات المباراه مقفوله بشكل جيد، بيقدر النادي الاهلي من خلال الكور الثابته يقدر يستغل هذه الجمل التكتيكيه في احراز هدف. احنا مش قلقانين يا كابتن سيد على فرقه النادي الاهلي، بالعكس احنا في مرحله تقدر تقول نضجنا بشكل كبير جدا بدنيا وفنيا وتكتيكيا. المكسب بيجيب مكسب، مباراه الحريه باربع اهداف ادت روح وادت ثقه للعبتنا ان مباراه النجم ان شاء الله باذن الله هيكون النادي الاهلي كمان بيأدي افضل من مباراه حريه. تمام. اللي احنا شفناه النجم اللبناني، انا عايز اقول لكم ان الميعاد اتغير، بدل ما كان الماتش هيبقى الساعه 4 بتوقيت القاهره هيبقى 6:30 ان شاء الله الرحمن بتوقيت القاهره، وهنكون قبلها بساعتين ان شاء الله الرحمن معاكم هنا باذن الله من خلال ملعب الاهلي باذن الله تعالى يوم الخميس ان شاء الله الرحمن. كابتن بلال، مباراه مش سهله،
مباراة مهمة جدا وصعوبتها كمان يعني بتمتد ان انت عندك مباراة بعد 5 ايام في قبل نهاية افريقيا. لعيبة في سفر في جهاد في لعيبة متعورة زي سعد سمير ومحمد نجيب مقيدين افريقيا هتبقى خايف تلعب بسرد باك مثلا لا قدر الله يتعور هو كمان يعمل لك مشكلة. فالمباراة مش سهلة في احداثها ونتيجتها السابقة لكن كمان في حساباتها القادمة. طبعا مباراه مش سهله بكل المقاييس لكن انت عندك اجابات كثيره جدا يا كابتن سعيد. الاجابات اللي موجوده عند النادي الاهلي دلوقتي انك انت قدرت باي توليفه عندك موجوده انك تعمل تيم قوي، تعمل تشكيله جيده جدا، تلعب بنفس التكتيك اللي بتشتغل بيه، ودي حاجه تحسب طبعا الجهاز الفني الموجود. انت احيانا بتقابلك بعض الصعوبات ان اللعيب بيخرج من عندك فعشان تحط البديل بالنسبه له عشان يؤدي بنفس الاداء بتبقى في مشكله كبيره جدا. ده بالنسبه لكل الفرق سواء كانت فرق كبيره والصغيره. فان انت النهارده تعمل تشكيله مختلفه وتحط بدائل موجوده تبقى موجوده عندك يؤدوا بنفس التشكيل ويؤدوا بنفس الطريقه وينفذوا نفس التكتيك اللي انت بتشتغل عليه كمدير فني، دي حاجه تحسب للمدير الفني اللي موجود في مباراه. بنتكلم عن مباراه امبارح يعني اللعيبه اللي كانت موجوده ايمن اشرف بقاله كتير ما لعبش في المكان ده، حمودي بقاله كتير ما لعبش في المكان ده، بتكلم على هشام محمد من 3 أو 4 مباراه على التوالي يلعبها بشكل اساسي ولكن بيؤدي اداء رائع جدا. فانك تحط عناصر جديده ويشتغلوا بنفس الشغل اللي انت بتشتغل عليه لو انت عودت لعيبتك كلها عليه فدي حاجه تحسب للجهاز الفني بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه معدل اللياقه البدنيه عند النادي الاهلي مرتفع جدا، تبتدي المباراه وبتنهي المباراه بنفس تقريبا بنفس الاداء القتالي وبنفس الروح القتاليه وبنفس معدل الجري فدي حاجه برده تحسب للمدير الفني. النهارده بس المختلف في المباراه ان انت بتلعب بشكل مختلف، بتلعب فكر مختلف، انت في افريقيا بتلعب لعيبه بتعتمد على المهاره والقوه بس. انت في النهارده في الفرق الاسيويه مدرسه مختلفه شويه، مدارس مختلفه شويه، بتعتمد على الذكاء، بتعتمد على الفكر، بتعتمد على التاكتكس اللي بيحط المدير الفني، بتلعب لعيبه عندها فكر، ما مش بس بتعتمد على القوه البدنيه بتاعتها وبتعتمد على اللياقه والمهاره الفرديه بس، لا انت بتلعب مدرسه مختلفه خالص. فهي دي ممكن صعوبه المباراه. ولكن من وجهه نظر الشخصيه انه يحصل فيه تعديلات كثيره في التشكيل، من وجهه نظر يعني ممكن المباراه اللي جايه مباراه النجم حتى وهي بره ملعبك ان يحصل تعديلات كثيره لان انت الاهم بالنسبه لك هي بطوله افريقيا. فهي برضه نتكلم يعني كلام صريح وكلام دقيق. انت عندك افريقيا اهم بالنسبه لك بشكل كبير من البطوله العربيه، مش يعني اهم في حساباتها ولكن اللعيبه اللي موجوده اللي تقدر تشتغل مع الفرصه اللي اتاخدت واللعيبه اللي ادت بشكل جيد في مباراه افريقيا اللي فاتت مع النواقص العدديه يطمنك ان لعيبه النادي الاهلي باي تشكيل يقدروا يقدموا مباراه جيده جدا. حتى مع النواقص العدديه انت عندك لعيبه نزلوا في مباراه صعبه جدا، عندك مدير فني قدر ان هو يحفز ويدي الحماس للعيبه وقدر ان هو يخلي اللعيبه نفسيا جاهزه تلعب مباراه صعبه زي كده على ملعبك، مباراه تاهلك لدور نصف النهائي، فده يخليك انك يبقى عندك ثقه دايما في اللعيبه اللي موجوده حتى وان كانت من الاسماء اللعيبه. ازاي الاهلي استفاد من الرباعيه والاداء الجميل ده يا كابتن واستمراره كابتن اسامه في المباراه اللي هي. طبعا الحاله المعنويه للنادي الاهلي مش نتيجه بس بفوز على حريه 4، لا ده يعني اداء كمان ما شاء الله كانت اللعيبه في مستوى عالي جدا. حتى الجهاز الفني مستر كارتيرون خلال الفتره اللي فاتت موصل للعيبه ان كل اللعيبه في اولوياته، كل اللعيبه في اهتماماته، مش مخرج حد بره. شفنا كل الناس خدت فرص من بدايه من حراس المرمى، شفنا فوات الشريف كرامي الشناوي، شفنا خط الظهر بيعمل كذا توليفه، بنشوف نجيب ما من قاعد بره بينزل يشارك بيأدي بنفس الاسلوب اللي بيأدي بيه سعد، بيأدي نفس الاسلوب اللي بيأدي بيه كلوبالي، بنشوف ايمن اشرف ساعات بيتحط باك ليفت او معلول بيأدي بنفس الطريقه. فدي الحاجه اللي تحسب لكالترون، الحاله المعنويه مرتفعه. المباراه كانت في استاد القاهره، كان النادي الاهلي هو اللي ضاغط، كان اسلوب النجمه كان مأمن وبيلعب على المرتدات. هناك ممكن الوضع يختلف شويه، النجمه بيلعب بقى على ملعبه وسط جمهوره، ممكن تلاقي المساحات اللي النادي الاهلي يقدر يشتغل فيها اللي ما اتخلقتش في المباراه الاولى. كانوا عاملين دفاع يعني دفاع قوي جدا، كل الخطوط متقاربه، لكن ان شاء الله ممكن حسب بقى الناس اللي تبدا المساحات تبدا تظهر تشتغل فيها. لكن انا برضو مع يعني مع الكابتن بلال الكلام بيقوله والكابتن ماهر ان عمليه الروتيشن مهمه جدا المباراه الجايه، حتى في المباراه دي، حتى في المباراه. انت النهارده عندك سفر وهترجع من السفر تاني علشان بعدها باربع ايام هتلعب مباراه مهمه جدا فاقص طيف، فرقه جامده جدا برضو. فانت لازم تعمل التوازن، تبدا تدخل اكيد مش هتغير التشكيله كامله بس على الاقل في كل خط ممكن تغير عنصر او حاجه يبدا تجدد يعني الروح في الفريق. طيب عشان باقي لي 3 دقايق بالظبط، كابتن ماهر بكره اختيار احسن لاعب في العالم، محدش كان في يوم من الايام يحلم ان يبقى وانت بتختار احسن لاعب في العالم يكون في واحد مصري. ده في حد ذاته انجاز وفخر لكل مصري يعني صلاح. طبعا ربنا يبارك محمد صلاح، بكره نتمنى كل المصريين والعرب يمكن والافارقه يعني بنتمنى له ان ربنا يوفقه بكره ويحصل على هذا اللقب. انا شايف ان في شيء من الصعوبه لكن
محمد صلاح بيعتبر مثل اعلى لكل المصريين يمكن لكل العرب. النهارده احنا بنضرب المثل ده لاولادنا الصغيرين والناشئين واللعيبه اللي عندها طموح. كل ما بنتكلم على الطموح ونتكلم على المثل الاعلى بنقول محمد صلاح. فنتمنى لمحمد صلاح ان ربنا يوفقه، ونتمنى يعني للكره المصريه ان شاء الله ان احنا مش عايزين محمد صلاح واحد بس، احنا نتمنى يبقى عندنا اكتر من محمد صلاح الفتره اللي جايه باذن الله. باذن الله. كابتن بلال. والله بس انا عايز اقول لك حاجه، يمكن في القصه دي يعني اثنين بيدوا الامل لكل اسره عندها ولد يعني نفسهم يلعب كوره، رقم واحد النادي الاهلي، رقم اثنين محمد صلاح. جميل. دول بيدوا امل لكل واحد ان هو لو بيفكر يلعب كوره يساندوه بشكل كبير جدا. النادي الاهلي بملاه من طبعا من مكانه كبيره جدا واحترافيه كبيره، وان هو ازاي بيخليك نجم كبير جدا على كل المستويات. تاني حاجه محمد صلاح طبعا وصوله للمنزله الكبيره دي، اللي طبعا زي ما انت قلت يا سيد يعني كابتن ماهر قال يعني ما كانش حد يتوقع او في يوم من الايام ان يكون في لعيب مصري في المكانه دي، حتى لو ما حصلش برضه على الجائزه. فانك تبقى موجود في الحته دي وانت يعني مريت بكل المراحل اللي بيمر بها اي لعيب من نادي صغير مركز شباب لنادي صغير، بعد كده نادي صغير في اوروبا، بعد كده تروح نادي كبير لنادي اكبر. فالمراحل دي تدي امل لكل الناس. فاتمنى يا رب ان شاء الله يعني يديم على محمد صلاح طبعا ان هو يبقى موجود دايما في الحته دي. اتمنى ان هو يكسب طبعا، موضوع مش صعب قوي يعني، ولكن انت عارف برده الحاجه ليها برده حساباتها يعني. حساباتها طبعا بشكل كبير جدا، وانا يعني ربنا يبارك له يا رب ومبروك له طبعا. بس هو طبعا مجرد دخوله القائمه النهائيه لافضل لاعب في اوروبا او وكمان افضل لاعب في العالم، فمحمد صلاح مجرد دخول القائمه فخلاص محمد صلاح يعتبر هو الفائز، واحنا كنا كمصريين يعني فخورين طبعا ان يبقى فيه والله مصري. كلنا فايزين مش محمد صلاح بس. كل مصري طبعا. كل مصري موجود على ارض مصر او خارج مصر في الوقت الحالي، يعني موجود بقى حضرتك في لبنان في السعوديه في الامارات في اي مكان، لكن انت يعني مصري وتحمل الجنسيه المصريه وتحمل كمان كل المشاعر والحب والانتماء لمصر، فانت بالتاكيد بتتمنى محمد صلاح. طيب في ناس كتير جدا بعتالي بتقول لي نبعت صورنا ازاي؟ عندك طريقتين، يا تبعتها على صفحه البرنامج على الفيسبوك بتاعنا صفحه قناه الاهلي، تبعت صورتك، يا اما تكتب على صفحتك الاساسيه والرئيسيه بتاعتك يعني صفحتك انت هاشتاج بكره اهلاوي، هتنزل الصوره بتاعتك على صفحتك بس احنا كمان هتجيلنا، يا اما على صفحتنا يا اما على صفحتك، بس وانت بتكتبها على صفحتك تكتب هاشتاج بكره اهلاوي. عندي لقطه كده سريعه بس يا كابتن ماهر. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا سمير، مش هاخد نص دقيقه. دي من احلى اللقطات النهارده. ولد صغير في مباراه الزمالك والمقاولين. الزمالك والمقاولين. رجع لي كده يا سمراء. ايه؟ والمباراه شغاله. والمباراه شغاله اهي قدامك اهي. ده صدق احلى لقطه النهارده. احلى لقطه. رجع لي بقى السؤال اللي بيطرح نفسه. لو شافوا حسن السندبيسي او امين عمر. كان خرجوا ولا ما خرجوش؟ طب هو في النص الاول الاصفر ولا في النص الابيض؟ شكرا جزيلا كابتن ماهر. شكرا كابتن سيد. شكرا شكرا جزيلا كابتن ماهر. شكرا يا كابتن اسامه. اشوفكم على خير ان شاء الرحمن يوم الخميس، بكره ما فيش ماتشات، ويوم الثلاث ما فيش ماتشات، ويوم الاربع ما فيش ماتشات. هكون معاكم ان شاء الرحمن يوم الخميس الساعه 4:30 باذن الله، وكل فريق عمل ملعب الاهلي. تصبحوا على خير ونتقابل يوم الخميس ان شاء الله.